محتاج بقى تخصص، وانت كده كده هتاخد المشروع، وبالتالي هتاخده شوية سوفت وير برضه هتفهموه، هتبقوا طبعا يعني ان شاء الله كويسين فيه. اللي حابب بقى المجال واللي بيشتغل فيه هو ده اللي بينطلق، سواء بقى كان دراسات عليا او في مجال المكاتب الاستشارية، ومن المجالات اللي يعني بتبقى مطلوبة. انا درست لكم قبل كده. طب دكتور، ممكن بس ان هنسجل محاضرة ولا نستأذن حضرتك في الموضوع ده؟ ولا سجلها سجلها مفيش مشكلة. ما انتم مسجلين، ما انا شايف التسجيل شغال. تمام. انا درست لكم قبل كده مش كده؟ 321 ترافيك انجينيرنج السيد الترم اللي فات على طول. الترم اللي فات ده على طول. طيب حضرتك خدت يعني احنا الجزء اللي قبل الترم. طيب اوكي كويس، يعني احنا لسه انت فريش، يعني لسه واخدينه الترم اللي فات، لان احنا ده اللي هنكمل عليه، وفي حاجات هتتعاد. يعني هتلاقي توبكس، يعني المحاضرة بتاعت النهاردة دي جزء او محاضرة واخدينها انتوا في الترم اللي فات، ماشي؟ بس ما اقدرش افوتها او اعتمد ان انتوا خلاص خدتوها ونكمل عليها، لان هي اللي فيها الاساسيات والتعريفات والحاجات دي كلها. تمام. الترافيك ستاديز اند اناليسيس اللي هو العنوان بتاع المادة دي، من اسمه كده احنا هنركز على الدراسات الخاصة بالمرور والتحليلات بتاعتها. تمام. وبالتالي لازم ناخد التعريفات اللي خدناها في الترم اللي فات، طالما انتوا خدتوا الترم اللي فات واللي انا قلت لكم عليها هنعيدها النهارده بسرعة ان شاء الله. طبعا ده الاسم بتاع الدكتور محمد شوقي، ودي المادة 60 و20 ميد ترم و20 اللي هي الاساينمنت والكويزز والاكتيفيتيز بتاعتكم. الهدف طبعا من الكورس ده ان احنا بنديكم يعني براكتيكال كده على ترافيك انجينيرنج التخصص بتاعها، وهنركز طبعا في الجزء الخاص بالترافيك ستاديز والترافيك داتا اناليسيس. طبعا سواء اللي حابب هيكمل بقى وفي المجال ده كبداية ليه يفهم، او كسيفل انجينيرنج بوجه عام يكون عارف التخصص ده بيكون بيتكلم عن ايه. الاوتلاين المبدأ اللي انا حطيته في الكورس ده طبعا كان قدامي تو ابروتشز بصراحة، يعني هم قالوا لي تدرس، قلت لهم ماشي اوكي. يعني ناخد الموضوع نبسطه ونسهله ونحببكم فيه، ولا نخش بقى الليفل تقيل ومعقد واناليسيس وستاتستكس وموديلز والكلام ده كله، وده اللي احنا بندرسه بقى في الماجستير والدكتوراه والناس اللي بتتخصص في الجزء. فالوقت انتوا ما زلت اندر جراديوت، انتوا هتاخدوا يعني جزء خاص بالترافيك انجينيرنج بيبقى موسع شوية، وبالتالي خليني ناخد اللي هي الأساسيات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده ونوسعها شوية. يعني دراسات، انتوا خدتوا جزء من الدراسات في الترم اللي فات، فنكمل عليه. فكنت كلمت الدكتور محمد فرماوي على اساس ان اديكوا ترافيك امباكت ستاديز، وكلمت المهندسة سلمى، فعرفت ان انت ترافيك امباكت ستاديز انتوا درستوه او هتدرسوه في مادة تانية، صح؟ دراسات الأثر المروري. اه يا دكتور، احنا خدناها الترم اللي فات في المادة الإلكتيف. تمام. ودي أحد الدراسات، ودي من أهم الدراسات، فأنا طبعا شلته. ترافيك فوليوم ستاديز اللي هي موجودة رقم 2 اللي قدامنا دي من الدراسات الأساسية، مفيش ترافيك ستادي ما يكونش فيها ترافيك فوليوم أناليسيز والكلام ده كله، وبالتالي هعيد عليه رغم إن إحنا خدناه الترم اللي فات. والترافيك فلو كاركترستكس هعيد عليه، احنا خدنا برضه، بس مش هخش بقى في المودلز والعلاقات الرياضيه اللي احنا خدناها في الترم اللي فات، لا هرجع لكم عليها واحاول ايه نتكلم في وجهه اخرى من الترافيك فلو كاركترستكس. هنتكلم على الروت كاباستي، سعه الطرق، والترافيك بيرفورمانس اناليسيس ستاديز اللي هي الدراسات الخاصه بتقييم كفاءة الحركة المرية، وازاي بحسب الليفل اوف سيرفيس. احنا عرفنا يعني ايه ليفل اوف سيرفيس قبل كده،
بس معرفناش ازاي بنحسبه وازاي بنجيبه. انتوا في المشروع هتاخدوا انترستكشنز وهتاخدوا، انا معرفش طبعا المشروع السنه دي شكله ايه، بس ده من الاساسيات اللي بيبقى في مشروع ترافيك، وبتاخدوا احد البرامج اللي بتحلل الانترسكشنز وبتجيب الليفل اوف سيرفس. انما احنا نتكلم ككونسبت عام، ومش على انترسكشن بس، على اي element في على شبكة الطرق، سواء كان intersection أو link أو قطاعات دمج أو قطاعات انفراج وهكذا. برضو الدراسات الخاصة بالديلي وترافل تايم ستاديوس، تأخيرات وأزمنة الرحلات، دي ما خدتوهاش يعني، أنا متذكر الترم اللي فات. السبيد ستاديوس أنت درستوه، أنا درسته الترم اللي فات، الدراسات الخاصة بالسرعة لو فاكرين، ولو فاكرين الـ S curve أو cumulative distribution curve والـ 85th percentile speed، فاكرين طبعا لو انتوا ذاكرتكم قوية يعني، لسه الترم اللي فات انتوا بتقولوا واخدينه. فأنا حاطه هنا برضو من ضمن الدراسات الأساسية، بس هحاول برضو بقدر الإمكان هراجع على الجزء اللي فات، بس مش هخش بقى في الإيه في الـ distribution والكلام ده كله، لأ أنا هبتدي نشوف جزء آخر من الدراسات الخاصة بالسرعة، ونتكلم على السبيد كالمينج وسبيد استراتيجي، الدراسات اللي هي وضع استراتيجيات سبيد كالمينج زي هدي السرعات، ممكن نتكلم على المطبات الصناعية بتتحط فين وبتتحط ازاي، سيبكم اللي بيحصل في مصر يعني، كل ده علم ومفروض يعني بيتدرس. ممكن نتكلم على أي حاجة بتتعلق بالسرعة والسبيد بيهيفير بتاع الناس، العلاقة بين السبيد ليميت والسبيد اوبريتنج سبيد والبوست سبيد، ازاي بنحدد السرعات على حد السرعة على الطريق والسرعة ضبط الرادار وهكذا. بحاول بقدر الامكان اغير شوية من او اضيف شوية على الجزء الخاص بالدراسات اللي هي السرعة اللي انتوا خدتوها، انتوا خدتوا بس ده ايه سبيد ديستريبيوشن. برضو الدراسات الخاصة بالباركينج، الدراسات اللي هي الانتظار والباركينج ديماند وانواع الباركينج ونحدده ازاي وعدد اماكن الانتظار محتاجينها وهكذا. برضو من ضمن الدراسات اللي لقيتها كويسة في المجال بتاعنا، وهي الجزء الخاص بالروت سيفتي ستادس، اللي هي الدراسات الخاصة بالسلامة على الطرق. ايه هي السلامة على الطرق يعني من أي الدراسات دي وبتعمل منها إيه وهدفها إيه وإيه أنواع البيانات اللي بنجمعها وإزاي بنحللها، ودي موضوع كبير يعني، رود سيفتي لوحده يعني علم عشان إزاي نقلل الحوادث ونحسن السلامة المرورية على الطرق ونقلل من الآثار السلبية للحوادث. طبعا في دراسات كتيرة بقى، الدراسات الاقتصادية ودراسات البيئية لسه كبيرة من الدراسات، بس أنا اخترت دول مبدئيا. لو أنتوا شايفين عايزين نشيل حاجة ونحط حاجة هنتكلم عليها النهاردة لما أقول لكم لسه الدراسات، تقول لا إحنا انترستد، لأن أنت بقول لكم حاجة جديدة أول سنة تدرس، وبالتالي أنتوا هتحطوا اللي الناس هتمشي عليه بعد كده في الترمات اللي جاية إن شاء الله. انا كنت حاطط تحت بالاحمر كده ترافيك امباكت ستاديز عشان اسالكم انتم درستوه ولا نحطه من ضمن الدراسات اللي في الكورس ده، فخلاص انا هشيله ده خلاص انتم درستوه. طيب ده المحتويات المبدئيه للكورس بتاعنا الترم ده ان شاء الله. هنبدا المحاضره الاولى النهارده مع بعض دكتور معاكم، وهي معلش، عباره عن اللي متعرف. نعم هو بالترافيك امباكت ستاديز اللي خدناها الترم اللي فات مع دكتور سيد السبكي كانت ليها علاقة بتأثير المشروع، يعني المشروع لما اجي اعمله بشوف تأثيره ايه على الطرق اللي حواليه في وقت الانشاء وبعد الافتتاح، هل ده هيختلف في الكونتنت اللي حضرتك كنت هتحطه؟ لا، هو نفس الترافيك امباكت ستادي، ده نوع من الدراسات هو اللي انت بتقول عليه، ان عندي اي مشروع بينشأ عايز اشوف الامباكت بتاعه على الترافيك حواليه شكله ايه. بس هو ده اللي خدناه، انا اللي اقصده بقى هل في حاجة تانية ولا هو ده؟ لا، هو نفس ال طب يعني بس خلاص، يعني ما ذكر قدامك ترافيك امباكت ستادي يبقى هو اللي انت درسته، بتشوف المشروع وتشوف التريب جينيريشن والتريب ريت اللي طالع قد ايه وتعمل ديستريبيوشن ومداخل مخارج المشروع
وتشوف شبكة الطرق حواليها لما نضيف الأحجام الحركة الجديدة وبيفور عند أفتر وتقارن القصة دي كلها. تمام، هو في اب ليفلز بقى، بالظبط. في ليفل مختلفة من الترافيك امباكت ستاتس، بس دي الأشهر. في بقى ليفل لما يكون مشروع بسيط ما بنخشش في ديتيلز أكتر، بناخد ما يسمى ترافيك سيركيوليشن، اللي هي الحركة المرورية فقط، وعلاقة المداخل والمخارج المشروع بالشبكة بالطرق الخارجية والقصة دي، والسلامة المرورية وحركة المشاة ودروب أوف أريا للعربيات، ناس بتنزل فين والكلام ده، ماشي. إنما ما نتوسعش بقى إن أحجام الحركة اللي هي طالعة وداخل المشروع وتأثير على الشبكة. ده أول ليفل. الليفل التاني اللي هو المتوسط والأشهر، اللي هو ترافيك إمباكت ستادي اللي أنت درسته. في ليفل أعلى من كده اللي هو بيبقى ترانسبورتيشن ماستر بلان، لما يكون بقى المشروع كبير قوي وفي شبكة طرق داخلية لا الموضوع بقى بيخش كمان معانا في شبكة نقل، ما بيخش ونقل بشكل جماعي ومحطات وقصة كده وموديل بيتعمل، دي اللي هتاخدوه في المشروع. تمام، وبالتالي يبقى انتوا كده غطيتوا جزء خاص من النوعية دي من الدراسات في المحاضرة Traffic Impact Studies، وفي المشروع هتاخده يعني ترافيك امباكت اقتصادي من ناحية الترافيك، وفي ترانسبورتيشن هتاخده ترانسبورتيشن موديل، فيبقى يعني مغطين الجزء دي كويس ان شاء الله. النهارده اتكلم عن الانترودكشن سريعا، مش هطول كتير لان هو اعادة لشغل قبل كده. احنا اتكلمنا زمان على الترانسبورتيشن، وايه هو الترانسبورتيشن انجينير، ترانسبورتيشن علم الترانسبورتيشن، ترانسبورتيشن انجينيرنج هو علم النقل اللي احنا كلكم عارفين بننقل اي حاجه، بضايع، سوائل، ناس من مكان لمكان. المفروض ده الكلام ده بيتنقل بكفاءه عاليه وبامان وبسرعه وباقل تكاليف واقل تاثير على البيئه وعلى المجتمع. تمام، اللي بيتعامل مع المنظومه دي بنسميه ترانسبورتيشن انجينيرنج، مش انجينير، مهندس النقل. والعلم ده بنسميه ترانسبورتيشن انجينيرنج اللي هو هندسه النقل. تحت علم هندسه النقل دي او علوم النقل في كذا تخصص مع بعض، زي ترانسبورتيشن بلاننج اللي هو اداها لكم الدكتور سيد سوكي، اللي هو بنعمل بقى بلان للترانسبورتيشن ونشوف الاحتياجات بتاعتنا ونقل الناس شكله ايه وهيركبوا ايه، واذا كان محتاجين خطوط اتوبيسات، خطوط نقل، شبكه طرق جديده and so on. والترافيك انجينيرنج اللي هو العلم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو خاص بس بالحركه على شبكه الطرق، سواء كانت حركه ركاب، سواء حركه مركبات او حركه بني ادمين، اشخاص يعني مشاه، وعلاقه الحركه دي بوسائل النقل الاخرى اللي هي المترو، الترام، المطارات، اي حاجه من خلال عمليه الربط بينهم اللي هي تمام، اللي بتبقى عند المحطات وعند التيرمينالز النهائيه اللي هي المواقف النهائيه. الحركه بتكون شكلها عامل ازاي، المداخل والمخارج، فده كله يعتبر علم الترافيك انجينيرنج. والعلم الثاني اللي هو الهاي واي طبعا، بتاع الطرق والمطارات، وتدرسه طبعا اكيد مع الدكتور احمد عاطف. والعلم الاخير اللي هو الريال واي اللي هي السكه الحديد، اللي هو مع الدكتور هيثم و لزميلة مهتاب معاه في المشروع. تمام، دي تخصصات مختلفة ودول مهندسين مختلفين. داخل كل تخصص حتى من التخصصات دي في ناس متخصصة في أجزاء خاصة، زي ما هنشوف طبعا في ترافيك انجينيرنج دلوقتي. فلو شفنا العلاقة بين التخصصات دي بينها وبين بعض، هنلاقي إن أي مشروع في الدنيا بيبدأ بترانسبورتيشن بلاننج، يعني هنعمل عاصمة إدارية جديدة يبقى لازم يبقى عملنا لها ترانسبورتيشن ماستر بلان من الأول، نشوف الناس هتروح ازاي وهتيجي ازاي وشبكة الطرق هتوصل لها ازاي وسائل النقل هنمدها ازاي وهكذا. فده عيب. تمام، بتعمل الكلام ده كله بعد ما بناخد مخرجات الكلام ده كله ونشوف اللي هيجي على شبكة الطرق. مهندس المرور هو بقى اللي هيصمم، هو اللي هيحدد عرض الطرق شكلها ايه والتقاطعات شكلها ايه، هيعمل سيرفيس رود ولا مش هيعمل سيرفيس رود، لو المحطات تبقى المفروض مكانها فين، والكفاءة بتاعت الحركة تكون شكلها ايه، وي 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 الكلام ده كله هنتكلم عليه. بعد ما بتحدد بتعمل الدراسة دي كلها، بيروح لبقى مهندس الطرق اللي هو هيصمم الشبكة دي من ناحية جيومتريك ديزاين، ويرسم الاوتوكاد والحاجات دي كلها، ومع مهندس بقى بتاع البيفمنت والاستراكشر ديزاين عشان يحدد بقى الطبقات والاسفلت وهكذا. وبينضم معاه العلم ده اللي هو الايربورت اللي هو برضو مطارات، ماشي. وبالتالي الثلاثة دول بيبقوا يعتبروا تخصص واحد.
تمام. التلاتة دول مرتبطين ببعض، بتاع تلات سوبرتيش هينفع في الترافيك، بتاع الترافيك هينفع في الهاي واي، بس مش نفس فهم التاني. يعني انا لما بحتاج ترانسبورتيشن موديلنج ما بقدرش اعمله لوحدي، لازم يبقى معايا دكتور سيد. الدكتور سيد تعالى عشان انت خبير برضه في الجزئيه دي. هو برضه لما بيعمل ترانسبورتيشن موديل وعايز يعمل ايفاليويشن للشبكه بتاعته، يقول للدكتور محمد تعالى عشان تعمل ايفاليويشن وتشوف الدنيا هتمشي في المقترح اللي انا عامله لشبكه النقل والطرق ولا لا، وهكذا. بعد ما نخلص بقى بنسلم الكلام ده بتاع الايه الهاي واي، نقول له صمم لنا يا عم الحاج الايه الشبكه دي، طلع بلقشته بتاعك كده وعرب الراجل بتاع الاوتوكاد، ويرسم ويرسم الايه المخططات مع بتاع المساحه اللي يكون رفع له الشبكه المنطقه والتوبوجرافيز بتاعتها وهكذا. هنلاقي بعيد عنهم شويه او شاد عنهم شويه اللي هو ريال ويل انجينيرنج، اللي هو مهندس السكه الحديد. ده بيرتبط، ملوش دعوه بقى بدول كلهم، بيرتبط ارتباط مباشر مع ترانسبورت بلاننج، مخطط النقل. ليه؟ لان مخطط النقل ممكن وهو بيعمل ترانسبورتيشن ماستر بلان بتاعه ان يجد ان لازم يكون في خط سكه حديد او خط مترو او خط ترام ضمن الشبكه بتاعته، لان الطرق لوحدها لا تكفي. واي وسائل اخرى مثلا اللي هو يعمل اوتوبيس، خط اوتوبيس، او حتى يفصله بالبي ار تي زي اللي بيعملوه في مصر دلوقتي اللي هو الاوتوبيس السريع، برضو لا يكفي. وبالتالي بيدور على ماس ترانزيت بالهاي كاباسيتي بتاعتها اعلى، زي بقى المترو والهاي والقطارات وهكذا، زي ال ار تي اللي انتوا عارفينه اللي هو اتفتح ما بين محطة اسمه ايه منصور، ايه علي منصور، وطلع على الشروق وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة. طبعا ده بيحتاج هو حط الخط وقال لازم يتعمل، وبالتالي بيروح بقى ايه مباشرة، ملوش علاقة بالفيلم ده كله، ترافيك والهاي واي والكلام ده كله، بيروح على المصمم بتاع السكة الحديد، لأن دي قصة تانية خالص. بيحط بقى التصميم بتاعه والإشارات. في بعض الأحيان بيكون في علاقة ما بين بتاع السكة الحديد ومهندسين السكة الحديد وبتاع الترافيك، ترافيك انجينيرنج، يجي يستعينوا بينا يقول لك تعالى احنا محتاجينك في جزء معين. تتوقع ايه التخصص بتاع ريال واي هو شغال يستعين بترافيك انجينيرنج في ايه؟ حد عنده تصور كده؟ المزلقانات. طبعا في المزلقانات، يجي لو هيجي في مزلقان يعني تقاطع ما بين طرق وسكة حديد، خط سكة حديد وتقاطع سطحي، يعني لازم يكون في مزلقان، تمام. فيجي يقول لك تعالى تشوف لنا بقى انت كراجل بتاع ترافيك، الكلام ده ينفع من ناحية الترافيك ولا ما ينفعش؟ هو من ناحية السكة الحديد هيظبطه، ماليش دعوة بيه انا ما بفهمش. هيصمم المزلقان، يحط عليه اشارات، يحط عليه الدراع اللي بيقفل ويفتح والانوار والتك تك تك والحاجات دي كلها، السيستم ده بيشتغل زي، انا ماليش دعوه بيه، ماشي. بس انا باخد منه بيانات، بشوف والله الفريكونسي بتاعت القطر هيكون شكله ايه، هيتقفل كل قد ايه، شوف الترافيك فوليوم اللي موجود، الديلي هيكون عباره عن ايه، الكيو اللي ممكن تحصل قد ايه، واقول له والله هتمشي الدنيا. يقول له لا، اقول له لا، المزلقان في المكان ده يعمل مشكله، اطوال الطوابير هتبقى عاليه جدا، الديلي كبير، هتسمع في الطريق الفلاني، هيحصل مشكله ايه، يحصل ممكن لها علاقه بالسيفتي لو سلوك الناس ومش عارف ايه. فاقول له لا مش هينفع، او هينفع بس خد الاجراء واحد اتنين تلاته بالعروض الفلانيه بالتصميم الفلاني، او لا مش هينفع خالص، يبقى لازم نعمل في هذه الحاله بقى كوبري او نفق، تمام. فدي احد الايه الحاجات اللي بيلجأوا لينا مهندس السكه الحديد وما بيصمموها. حاجة تانية برضو ممكن يلجأوا لينا بتوع السكة الحديد عند محطات السكة الحديد. أي محطة سكة حديد لازم يكون جنبها موقف، صح؟ ومكان انتظار، وده يعتبر تصميم المواقف والباركينج. احنا انا قلت لكم من شوية هندرس الباركينج السادس بأحد التخصصات بتاعت هندسة المرور، فبنروح نقول لهم الموقف ده يكون ساعة، المفروض يكون ساعته قد كده، المفروض يكون مكانه قد كده، يكون مداخل ومخارج بالشكل كذا، والسيرك ترافيك سيركوليشن هيكون وهكذا، تمام. وبالتالي برضه هو تلاقي بتاع الريال واي شوية له علاقة بالترافيك انجينير. تعريف الترافيك انجينير وده قلته لكم الترم اللي فات، زي ما هو استيتد كده موجود في الاي تي اي اللي هو الانستيتيوت اوف ترانسبورتيشن انجينيرنج، اللي هو الكتاب بتاع معهد مهندسي النقل الامريكي، ان هي عباره عن فيز من الترانسبورتيشن انجينيرنج ويتش ديل ويز ذا بلاننج جيومتريك ديزاين ترافيك اوبريشن اوف رود ستريتس اند هاي واي
والذير نتورك والتيرمينال وادجاستد ادجيسنت لاندز اللي هي الطرق او خصائص استعمالات الارض المحيطه بالطرق نفسها بتستعمل شكلها ايه، والعلاقه مع اذر مودز اوف ترانسبورتيشن اللي هي وسائل النقل الاخرى، ربطهم بينهم وبين بعض زي الربط ما بين الطرق ومحطة المترو أو محطة القطار اللي كنت بقول لك عليه اللي هي المواقف بقى والكلام ده كله، ونعمل سيستم بارك أند رايد سيستم الناس ممكن تركن وتركب القطر أو تركب المترو، ودي أحد المشاكل اللي موجودة عندنا واللي تملي كنا بنقول بننادي بيها ما تعملوش محطة مترو إلا لما يكون جنبها موقف عشان الناس تركن وتقدر تركب المترو. تمام، يبقى ده تعريف بتاع مهندس المرور. ترانسبورتيشن سيستم بيتعامل مع ثلاث حاجات، اللي هو الانفراستراكشر اللي هي شبكة الطرق ووسائل التحكم اللي موجود عليها، مثلا يوفط إشارات القواعد والقوانين وهكذا، وبيتعامل مع الهيومنز الأشخاص اللي هم بنسميهم الرود يوزرز مستعملي الطرق اللي هم سواء كان مشاة أو سائقين المركبات أو الركاب نفسهم، أو وبيتعامل مع المودز نفسهم اللي هم وسائل المواصلات اللي مركبة أو اللي هي تعتبر المركبات اللي ماشية على شبكة الطرق سواء كانت مركبات خاصة أو أتوبيسات ميكروباصات وآخر مؤخرا بقى التكاتك والكلام كله اللي بنتعامل معاه. زي ما قلت لكم زمان ليه ترانسبورتيشن انجينيرنج وترافيك انجينيرنج حاجة مهمة، ووريتكم الصور دي قلت لكم نتيجة غياب هذا العلم وعدم الاهتمام بيه وعدم اللجوء للمتخصصين فيه بيظهر المظاهر اللي قدامنا، وبالتالي لما تلاقيش أشكال اللي موجودة دي قدامك تعرف إن في خلل ما في منظومة النقل والمرور في هذه المدينة أو غياب لهذا التخصص. ودي الصور طبعا مش من مصر عندنا، يعني مصر من مصر ودول شبيهة بمصر بقى هند وباكستان وخلافه. ترافيك انجينيرينج هو علم الهدف منه الرئيسي هو تحقيق البالانس بين الترانسبورتيشن سيستم والترانسبورتيشن ديماند، زي اي حاجه في الدنيا عرض وطلب، طالما العرض قد الطلب ما فيش اي مشكله، زاد العرض عن الطلب الدنيا تبقى ماشيه، ماشي زي السلعه ترخص وماشي انت فالناس تنبسط ما فيش اي مشكله. المشكله بقى لو زاد العرض، لو زاد الطلب عن العرض، هي دي المشكله، انا محتاج حاجات كتيرة جدا بس اللي معروض قليل، بيبتدي تحصل بقى المشكلة زي مشكلة السلعة اسعار تزيد، طالما انا محتاج سلعة سلعة مش موجودة فسلعة تزيد. نفس القصة في الترافيك سيستم، ناس كتير عايزة تتحرك، عربات كتير عايزة تتحرك، ولكن سعة السيستم نفسه اللي موجود ما بتستوعبهوش، وبالتالي بيحصل المشاكل والمظاهر اللي احنا بنقول عليها قدامنا. مهمة مهندس المرور هو عملية البالانس ده، ازاي يحقق البالانس ده بين الديماند والسبلاي. دي كنت اديكم بريف عليها الترم اللي فات بس هنا يمكن ما حطيت اكزامبلز اكتر، وهي ايه هي السيستمز اللي انا اقدر اتحكم فيها او اعملها مانجمنت او اقدرها من ناحية الكباستي ومن ناحية الديماند. من ناحية الكباستي أو السعة أو المتاح عندي اللي هو بنسميه ترانسبورتيشن سيستم، نظام النقل اللي موجود، ونظام النقل اللي هو كلمة أشمل من شبكة الطرق. شبكة الطرق هو عبارة عن النقل على شبكة الطرق، إنما نظام النقل بيشمل النقل بوسائل الإيه؟ السكة الحديد داخلة معاه، وفي بعض الدول ممكن يكون الانهار ولا الحاجه اللي بتخترق المدن بتستغل. احنا عندنا نهر النيل كان المفروض يستغل طبعا ليه كاحد الوسائل اللي هي عمليه النقل، والكلام ده يعني 100 سنه بيتكلموا فيه، ولكن خلينا ايه طرق وايه وسكه حديد والنقل النهري ماشي، يعني لازم تكون يعني حاطه في بالك ان ده احد وسائل النقل لو كان متاح. طيب لما نيجي نحقق البالانس بين الاثنين دول سبلاي والديماند، هل امسك الديماند العب فيه لوحده ولا امسك السبلاي العب فيه لوحده ولا امسك الاثنين اقدر العب فيه الاثنين؟ من وجهة نظركم وانا يعني
ممكن على احاول حسب اللي يعني هيوفر. اظبط الاثنين مع بعض يعني انت خدوها بحيث ان ببساطه كده، كان عندي كاني عندي مشكله زي مشكله الرز كده اللي كانت اللي في مصر، مش عارف هي لسه موجوده ولا لا. في مشكله رز، رز قل بالسوق فسعره غلي، طب اعمل ايه؟ اكتر الرز ولا اقول للناس ما تاكلوش رز؟ ما هو حاجه من الاثنين، ما هو ده السبلاي وده الديماند، ولا اقول اعمل الاثنين عشان احقق لو المشكله كبيره. ممكن يعني احقق الاتنين، ان انا يعني ممكن اوفر سبلاي بس برضه بتبقى بنسبة معقولة تبقى بطريقة ايكونوميك، وفي نفس الوقت ممكن يعني ادرس البدائل برضه واهتم بيها بحيث لو يعني دي ممكن تشيل دي يعني. يعني مثلا تمام. لو في مثلا زحمة على الطريق خلاص انا ممكن احلها، مش شرط ان انا اوسع الطريق، ممكن اشوف البدائل التانية زي مثلا الطريق ده قريب منه مترو ولا لأ، في مثلا لو يعني شغال كويس الاتوبيس النهري بس ده مش حاصل عندنا، والوسائل المواصلات التانية. يعني تخلي الناس بدل ما تنزل كلها تركب العربيات الخاصة بتاعتهم يركبوا وسيلة أخرى، صح؟ أو تمام. اتنين تلاتة، بدل ما التلاتة كل واحد راكب عربية، ما التلاتة يركبوا عربية واحدة مثلا. وساعد الناس كمان انها يعني تعمل الحاجات دي، ممكن مثلا اللي هو اشجع الناس تعمل الحاجات دي، ان مثلا في طرق معينة ما يعديش فيها غير العربيات اللي راكب فيها مثلا اكتر من اتنين. او في برضو فكرة تانية ان انا ممكن اغلي البنزين بنسبة بحيث ان بدل ما مثلا 3 عربيات هيفولوا، لا هي تبقى عربية واحدة وتكلفة بنزين العربية واحدة بس. مثلا انت اسمك ايه؟ مهتاب ولا سلمى؟ انت انا سلمى. سلمى، برافو عليك يا سلمى، حلو انت تفكيرك حلو، بس ما تغلنيش البنزين والنبي. الناس مش مستحمله يعني. نخليه اخر حل، مش ناقصه انت بصراحه. كده انت اول واحده هتتخرج تشتغل على طول في البلد. انا خلوني مشيت يعني، درست لكم الترم وطفشت من البلد من اللي انا شفته. يعني سلمى قالت كلام حلو قوي يعني، عجبني بصراحه. اولا قالت ان احنا كمشكله في موجوده في مصر احنا لازم نلعب في الاثنين، مش مشكله كبيره، لان هي مش مشكله طريق مثلا ولا حاجه في زحمه، فنشوف بقى بديل ولا نفتح محور جديد ولا نزود حاره ويبقى كده زودنا الكباسه بتاعت، لا ده احنا بنتكلم على شبكه كامله وتحركات وناس كتيره وقصه، فلازم نلعب في الاثنين. طيب نلعب في الاثنين ازاي؟ تعال نشوف بقى الامثله اللي موجوده عندنا هنا، واللي عايز يزود يزود، ده جاست اكزامبلز يعني. سلمى قالت حاجات يعني تعتبر من ضمن الحاجات اللي موجوده عندنا هنا تحت تايتل يعني، مذكور دي تايتلز عامه. تعال ناخد مع بعض كده السيستم نفسه ازاي ازود الساعه بتاعته، تمام؟ فنيجي مثلا اقول لك ايه، نشوف الايه الديزاين بتاع الفاسيلتيز نفسها. فاسيلتيز هنا اللي هي الوسائل اللي موجودة عندي زي شبكة الطرق. واحد يقول لك أبسط حاجة وأول حاجة ممكن تيجي تخطر ببالك أنت عايز تزود سعر الطريق، إن أنت تعمل إيه؟ أزود حارات، أزود عرض. كثير من الأحيان بيبقاش متاح عندك طرق، عندك يعني عمارات وحاجات على الجنبين، خلاص الدنيا صعب توسع يعني، معناها هتهد عماير طبعا في مصر دلوقتي بيهدوا كتير، ما خلاص ما فيش حل غير كده. طيب حاجة تانية ريديزاين انترسكشن، اجي عند الانترسكشن نفسه، انت مال الانترسكشنز هي بوتوم نيكس، تبقى مشكلة كبيرة لو اتحلت الانترسكشنز بتحل لي مشاكل كتير جدا، فاجي اوسع عند الانترسكشن نفسه او اغير التصميم بتاعه او افصل اليمين دوران يمين عن دوران الشمال او افتح يوتيرن، يعني لعب في الانترسكشنز بتزود الكباستي، او ابتدي اعمل البوتل نيكس ريموفينج، اي بوتل نيكس قدامي يعني منطقه اختناق معين اتخلص منها، ماشي؟ ممكن اعمل كوبري، اعمل نفق، اعمل طريق جديد احول الناس عليه، اشوف ايه سبب البوتل نيك، يعني ممكن يكون باركينج، الناس بتركن عشوائي، امنع الباركينج عندها، او عبور عشوائي للناس او اسواق، ده الكلام ده كله بنشوفه في مصر بس طبعا ممكن يكون بوتل نيكس سببها كده، ان احنا عندنا ناس سوق في شارع كده، ما تشيل السوق ايه المشكله، انقله وهكذا،
ماشي، يبقى هنا بلعب في الايه، في عروض الشوارع والطرق ووسع الساعه بتاعتها. حاجه تانية ان انا اشوف الكنترول اوبريشن بتاع الترافيك نفسه، زي تصميم الاشارات الضوئيه واماكنها. ممكن اغير تصميم الاشاره الضوئيه نفسه والازمنه بتاعتها، دي ليها، انتوا درستوا تصميم الاشارات الضوئيه، ممكن يحسن. او الليفت تيرن تريتمنت، تملت الليفت تيرن هو بيكون عندي مشكله كبيره، لان هو ده بيقطع ايه، بيعمل كونفليكت مع الثرو اللي جاي في الاتجاه العكسي، فنشوف اعالجه ازاي. تمام. الاي تي اس انتليجنت ترانسبورتيشن سيستم ده بنسمعه كتير دلوقتي في مصر، نظم النقل الذكيه ونظم، ودي ابلكيشنز كتيره جدا ووسائل كتيره جدا، علم لوحده ماشي اللي بيشتغلوا فيه، ماشي يحسن الكلام ده كله. ممكن واحد تاني يحول لي شبكه الطرق كلها لون وان واي واي، خلي بدل الطريقين كل طريق رايح وجاي، خلي طريق رايح وطريق جاي، ممكن بتمشي في بعض الاحيان بس لها اشتراطات وهكذا. تمام. فاعمل مانجمنت او كنترول، او اعمل امبروفنج للبابليك ترانسبورتيشن سيستم ده اللي موجوده، وتملي اللي انت بتسمعه يقول لك البابليك ترانسبورتيشن دي احد الايه الكي فاكتورز في حل المشكله عندنا في مصر. لو الناس سابت عربياتها كله ركب بابليك ترانسبورتيشن، سواء كان اتوبيسات او مترو او ترام، بتتحل كتير جدا من المشاكل. بس طبعا لازم يكون قصاد الكلام ده كله اللي تخلي زي تشجع عن واحد ان هو ما يركبش عربيته يركب حاجه تانية. فلازم يكون بقى ايه، ندرس الريلابيليتي، مدى الموثوقيه، تيجي في مواعيدها، بتغطي الروتس المسارات بتاعتها، يكون في انتجريشن بينها وبين بعض صوره كويسه، ممكن اركب وسيلتين ماشي. يكون في بريورتي بتاعت التايم بتاعها ان هو يكون احسن، لو هركب البابليك ترانسبورتيشن هيوفر لي في الوقت ويوفر لي في الكوست كتير، زي ما قالت لنا سلمى من شويه، هتغلي لنا البنزين وبالتالي تخلي الناس تسيب العربيه بتاعتها وتركب الايه الاتوبيس. ليه؟ لان اصبح الاتوبيس يعني اوفر كتير. تمام. بس حتى لو زودنا البنزين والناس ما اخبرتش، يبقى معنى كده ان في مشكله في البابليك ترانسبورتيشن، الناس مش عايزه، هو مش جاذب ليهم، في مشكله في الامان، في الراحه، في الوصول، في اماكن المحطات، الانتظار، مش عارف يروح. طبعا بره ده قصه تانية، ده بابليك ترانسبورتيشن والتصميم بتاعه. يمكن اذا تدرسوا جزء في محاضرات في البابليك ترانسبورتيشن مع الدكتور خالد في المشروع بتاعكم، وازاي هتحددوا المسار مثلا بتاع اتوبيس والفليت مانجمنت، فليت سايز، الحجم، الاسطول، وكم اتوبيس، والتايمينج، الفريكوانسي بتاعتها كلها قد ايه هيوصل عشان يقدر يشيل الناس وهكذا. ماشي. او حاجه اسمها البارك اند رايد سيستمز، اللي هو اركن واركب، وده موجود في العالم كله. عشان اركن واركب واركب، يبقى لازم يكون جنب كل ركوبه في مكان بارك، جنب موقف اتوبيسات الكبير يبقى في باركنج كبير، جنب محطات المترو كلها لازم يكون في باركنج كبير، ويربطوا الاثنين دول ببعض، بحيث انت لما تيجي تدفع تمن الانتظار او تذكره الانتظار، تبقى التذكره دي شامله مثلا تذكره المترو او تذكره الاتوبيس او تذكره موحده، تجذب الناس وتشجع الناس. او عمل ما يسمى البريورتي سيستمز، زي البي ار تي اللي بيتعمل في مصر دلوقتي، يعملوا حرم خاصه للاتوبيس، وبالتالي بتدي بنفيتس للاتوبيس اكتر، بحيث اللي هيركب الاتوبيس هيوصل اسرع من اللي هيركب عربيه، لان الاتوبيس سكته هتبقى سالكه ومفتوحه، وبالتالي هيبقى الوفق الديلي اقل، وبالتالي هتشجع الناس انها تستعمل بابليك ترانسبورتيشن. او ان انت توسع شبكه الهاي اكيباس ترانزيت او ماس ترانزيت، اللي هي الترانزيت المودز اللي هي بتشيل ساعات كبيره زي المترو والار تي، توسع الشبكه بتاعتها فتجذب الناس وتغطي مساحات وهكذا. افكار كتيره طبعا في المجال ده، مديك اكزامبلز عادي. الاكزامبل اللي من الناحيه الثانيه بقى، الديماند نفسه، ازاي اقلل عدد العربيات اللي بتتحرك، عدد الناس اللي بيتحركوا. هنا انا بزود عدد الناس زي ما هم عايز اتحرك، فبحاول اوسع الساعه بتاعتهم ماشي، انما هنا بحاول اقلل الديماند نفسه. طب واحد يقول لي هو ممكن اقلل الديماند، يعني واحد عايز يركب سوري واحد عايز يتحرك من بيته رايح شغله الصبح مثلا ولا حاجه، اقول له ما تنزلش عشان هتعمل لنا زحمه؟ لا، في وسائل فعلا بتقدر تتحكم في الديماند نفسه وتقلله، العالم كله استعملوه واتحسنت ماشي. زي مثلا اكزامبلز،
اللي هي تيليكوميونيكيتنج ريموت وركس، ناس تشتغل زي احنا دلوقتي. كان ممكن ندي المحاضرة صح، فممكن اقول لكم تعالوا المحاضرة في الكلية، فانا هنزل وانتوا 6 7 هينزلوا. تخيلوا مثلا لو 7 دول نصهم معاهم عربيات مثلا، ماشي، يعني في 3 عربيات هينزلوا. لغينا كل ده وقعدنا في البيت وعملنا المحاضرة اونلاين وفهمنا والدنيا مشيت بيس، ما فيش اي مشكلة، تمام. هذا الاتجاه العالمي، يبقى كل الشغل اونلاين الا اذا كان هناك احتياج فعلا الناس تنزل، وبالتالي ده هيقلل من الزحمة. والشورتر ورك دي بقى الحاجات التانية بقى اللي هو ايه، بيقللوا ساعات العمل وبيقللوا ايام. طبعا في دول كتيرة بقى اجازات 3 ايام في الاسبوع، وممكن يعملوا تبادل انت يوم وانا يوم وهكذا، دي اللي بقى بيلعبوا في الايه في ايام العمل، او يمنع بريفنتنج تراكس during بيك اورز، ساعة الذروة بقى وساعة الراش اورز وساعة البيك اورز دي يقدر يتحكم يمنع مثلا التراكس، وده موجود عندنا في مصر وموجود في دول كتير، معظم دول الزحمة بيمنع أي شاحنات أو نقل يتحرك مثلا من الساعة 7 9 الصبح، ومن الساعة 3 5 مثلا آخر النهار حسب البيك اور، يقول لك ممنوع إن هم يتحركوا. يمنع ان هو يحرك العربيات الخدمات اللي موجوده في الفتره دي، ما يجيش مثلا وقت الساعه 7 9 الصبح وتلاقي العربيات اللي بتكنس الشارع واللي بتشيل الزباله واللي مش عارف ايه شغالين، لا ممنوع. انتوا عربيات الخدمات الدليفري يتمنع في الساعتين دول وهكذا، تمام. اي حاجه تتعلق باللوجيستكس نقل البضائع والحاجات دي برضو تتمنع، دي احد الوسائل. فانا ايه حطيت قانون قلل لي الديماند. الفيكل لاينسز اند درايفنج لاينسز اللي هي رخصه السيارات ورخصه القياده، تعمل ريستريكشنز فيها اكتر وتعقدها اكتر، صعبها اكتر، بحيث يعني الناس ما تقبلش ما تسهلش الايه الحصول على الايه اللاينسز بتاعت العربيه والعربية. فيعني دي احد الوسائل. وفي احد الافكار في مصر زمان كانوا بيقولوا نمشي العربيات الفرديه في يوم والزوجيه في يوم، وكان فعلا قانون وكان هينزل ودخل مجلس الشعب. طبعا ده الكلام ده زمان، انا ويمكن كنت طالب على قدكم كده، كنت انتوا شطة اتولدتوا، فاترفض طبعا في مجلس الشعب ساعتها. وشوفوا بقى شوفوا المشكله ايام امتى، ولا ما زلنا لغايه النهارده بنتكلم فيها. الترافل بلان سيستم، ترافل بلان اللي هو بقى الأنظمة إن هو دلوقتي موجودة في العالم كله، يعني أنت الناس قبل ما تنزل قبل ما تتحرك بتبقى عاملة بلان للخطة الرحلة بتاعتها، عارف هينزل الساعة كام، هيركب إيه والكلام ده كله. فالإنفورميشن سيستم بتخش على ويب سايتس أو أبلكيشنز دلوقتي موجودة، أنا في المكان الفلاني عايز أروح، طبعا الكلام ده كله موجود من زمان جدا. يعني أنا واخد دكتوراه من اليابان من 2000، أنا كنت هناك من 2003 2007، كان بالثانية ويحدد لك الميعاد ويحدد لك انت عايزه ايه، والمشكله عندك في الوقت ولا مشكله في الفلوس. لو مشكله في الوقت عايزه سرعه يبقى هيحقق اديكي اوبشنز اسرع ويوصلك في المتعة بس غاليه، لا مش في مشكله لا، وهكذا. لدرجه احنا كنا بننزل من المعمل بتاعنا في الكليه عشان اسافر مثلا في حته، يقول اتحرك الساعه كذا، بعد 5 دقائق توصل للاستيشن، انزل اركب اللاين رقم كذا، هتيجي عند المحطة الفلانية هتغير من اللاين كذا اللاين كذا، بس اتحرك بسرعة عشان الفرق بين الاتنين دول دقيقة. فكان يعني الكلام ده كله الانفورميشن دي بتخليك تخططي الرحلة بتاعتك، بتخليك ممكن تختاري اوقات غير الاوقات او مواعيد غير المواعيد اللي يناسبك انت، ما بقاش عندكيش اوبشن واحد، انت مضطرة تنزلي في الوقت ده، فبتعمل شيفتنج للايه للرحلات. برضو الاهتمام بالبايسكلز والبيديستيانز سيستمز عندي والديزاين بتاعهم، الفاسيلتيز اللي موجوده تشجع الناس على المشي، تشجع الناس انها تستعمل بايسكل. ما ينفعش ان انا اقول للناس اركبوا البايسكلز وفرحان كده وانا ما لا عملت لهم ليل للبايسكل ولا مكان يركنوا فيه البايسكلز ولا الكلام ده كله، لا ماشي. الكاربولينج اللي هو الشيرنج بالعربيات، زي اللي كنا بنقول لك انتوا رايحين الكليه كلكم، تمام. لو سلمى معاها عربيه تتفق مثلا رايح الصبح اللي في طريقها تاخدهم، وده موجود في العالم كله دلوقتي، في ابلكيشنز وفي الحاجات دي كلها بتنظم الكلام ده كله، وجهات العمل
تمام، الموظفين اللي معاهم عربيات ياخدوا بعض وهكذا، توفر خط اتوبيس الشركة نفسها وهكذا، او بدل ما اقلل الديماند وبعمل له شيفتنج ازاي، ان هي الفليكسبل وركينج اورز اللي هي ما تطلعش الناس كلها، المدارس تخلي مثلا المدارس مثلا الابتدائي في ميعاد والثانوي في ميعاد والجامعة في ميعاد، العمال والموظفين في ميعاد اللي بيشتغلوا في اللي هما بقى المحلات الملابس بقى والقصص دي كلها يبقوا يفتحوا في ميعاد تاني وهكذا، ماشي، بحيث مش كل يفتح في ميعاد واحد او قريب من بعض، فانت بتغير معاه وبرضه ما يقفلوش في وقت واحد، ماشي، فانت غيرت ليه، وزعت الديماند على مدار اليوم، مش متركزش كله في ساعه واحده. البرايسنج مانجمنت اللي هي جزء منها كانت بتتكلم في سلم اي حاجه تتعلق بالفلوس، غلي لهم الباركينج في وقت معين، حط لهم تول ستيشنز عشان يدفعوا رسوم، ماشي، وخلي ساعة البيك اور الضعف عشان الناس اللي مش مضطرة انها تنزل في البيك اور تعمل شيفت شوية عشان تتجنبه، ماشي، بس بلاش نغلي البنزين يا سلمى معلش، وهكذا. اي حاجة تتعلق بالبراسينج بقى، الفاريبل مسج ساينس، انت طول ما انت ماشي بيديلك انفورميشنز وبتتغير ويوجهك ومش عارف ايه، تمام، دي سيستمز برضو بتحد شوية من الديماند او تعمل له شيفتنج ليه لمكان اخر. انتجريشن بتوين مودز اللي هو ان انت يبقى عندي شبكه النقل عندي كلها متكامله مع بعض، ماشي، يعني انا عايز اروح من مكان لمكان، انا عارف ان انا ما فيش مثلا وصيله دايركت بين المكان اللي انما فيه ان انا هركب حاجه هنزل في مكان معين هلاقي وسيله تانية موجوده وسريعه تنقلني في المكان ده وهكذا. فالأفكار كتيرة والحلول كتيرة، بس كله يعني بالنسبة للكيس بتاعت مصر لازم نتحرك في جميع الحالات دي كلها مع بعض وجميع الحلول مع بعض، لأن المشكلة أكبر من إن يكون عندي حل سحري ليها بوسيلة واحدة. الإليمنت في الترافيك انجينيرينج، عناصر بقى بتاعت هندسة المرور أو المهام اللي ممكن يكلف بها مهندس المرور، أول حاجة الدراسات المرورية اللي ممكن يقوم بيها، او التصميم بتاع اي فاسيلتي موجوده اشاره عندي، او التصميم ده يتعلق بالعربيات او يتعلق بالمشاة او يتعلق بالباركينج، بعد يتعلق بالباركينج مثلا تحديد اماكن الانتظار والساحات ومساحتها قد ايه وعدد الاماكن اللي مطلوبه قد ايه، ونحط بوابات فين، نحطها بتعريف ولا من غير تعريف ولا نخليها فري وهكذا، ماشي، فالديزاين بتاع الكلام ده كله. ترافيك كنترول ديفايسز سواء كان ساينز لافتات او ماركينج على الارض او سيجنالز اشارات ضوئيه او سبيد كنترول مطبات او رادارات او القصه دي كلها، او الباركينج كنترول زي ما قلت كنت بقول من شويه، كل الكلام ده كله برضو دي احد المهام والعناصر الرئيسيه اللي لازم يكون مهندس ملم بيه. ترافيك اوبريشن سيستمز وستاتس اداره الحركه المروريه والانظمه التحكم في شبكه الطرق والمرور والسنترز واللي بيبقى فيها شاشات والكلام ده كله، لازم يكون مهندسين المرور طبعا، طبعا انت بتشوفهم ظباط كلهم اللي بيشوفوا الكلام ده كله، بس طبعا المفروض يكون فيه يعني احنا بنعتمد بقى ظباط انهم عندهم خبره عمليه انما مش مهندسين، لا، المفروض طبعا تكون مهندسين مرور. الايفالويشن بتاع الترافيك بيرفورمانس بجد الليفل اوف سيرفيس بتاعتي والديلي والكباسيتي والكلام ده كله. الترانسبورتيشن سيستم مانجمنت اللي هو بقى ان انت السيستم نفسه كله بتعمل له اداره والانتجريشن ما بين المودز بينها وبين بعض. الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستم اللي هي اي وسائل حديثه او تكنولوجيا حديثه تستخدم في مجال الترافيك والترانسبورتيشن بيخش تحت العلم ده. والرود سيفتي ازاي اعمل بقى امنع الحوادث او لا قدر الله في حاله وقوع الحوادث انها بتكون اقل الخسائر ما يكونش في وفيات او جرحى فيها، ماشي. طيب احد العناصر بتاع الترافيك انجينيرنج هي الترافيك ستادس، الدراسات المروريه اللي بيقوم بيها مهندس المرور ده، فدي اكزامبلز من الليسته بتاعت الايه الدراسات، ماشي، دي اللي انا كنت بكلمك عليها من الاول اللي احنا ممكن نختار منها هندرس ايه وانتوا انترستد تدرسوا ايه، لان عنوان المنهج بتاعنا هو ترافيك ستادس اند اناليسيس. طبعا اهم دراسه اكبر دراسه وما فيش دراسه تتم من الدراسات الأخرى إلا ما يكون هي موجودة فيها، إن هي ترافيك فوليوم، حجم الحركة المرورية وخصائص خصائص الحركة المرورية، عشان كده بنعيد عليها النهاردة وبنراجعها بسرعة.
السبيد ستاتس ماشي، بس مش هاخد بقى اللي هي السبيد كاركترستكس اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، هحاول ناخدش السبيد كالمينج، تهدئه وسائل تهدئه السرعه، والسبيد اوبريشن اداره السرعه، وازاي بنحدد السبيد ليميت والبوست سبيد اللي على شبكه الطرق المحتصبه. ترافيك امباكت ستاديز والترافيك سيركوليشن كنا نتو درستوه، كنا بنتكلم عليه من شويه. الدراسات الخاصه بالرود يوزر بيهيفير من الدراسات الهامه اللي احنا بنشتغل عليها كتير وبتدرس كتير، وخاصه في مجال الريسيرش يعني احنا بنعمل ابحاث كتير والكلام ده كله. الكونسبت البرسبشنز بتاع الدرايفر نفسه او البيدستريان نفسه، الكالتشر بتاعته وعلاقتها، الاتيتيود بتاعه واللي بيؤدي للبيهيفير اللي هو احنا بنشوفه في الشارع، هو فاهم ايه او هو عارف ايه، وتاثير السوسايتي حواليه. يعني انت بتشوف السواق عندنا في مصر بيسوق بطريقه، لما بيسافر بره بيسوق بطريقه اخرى، ما هو نفس الواحد ماشي، بس الجو حواليه عامل ازاي، مشجعه السيستم عامل ازاي، البيهيفير والكلام ده كله احد الدراسات اللي بنشتغل عليها. الديلي والترافل تايم ستاديز، الترافيك بيرفورمانس اناليسيس اللي هي الدراسات الخاصه بتحديد الليفل اوف سيرفيس بتاعت الطرق، الدراسات الخاصة بتحديد الكباسي بتاعة الطريق، الدراسات الخاصة بالباركينج، الدراسات الخاصة بأنظمة النقل الذكية والمتطورة الحديثة الـ ITS، الدراسات الخاصة بالسيفتي، الدراسات الخاصة بالترافيك مانجمنت إدارة الحركة المرورية وترافيك ديتورز اللي هي التحويلات المرورية، نعمل بقى تحويلات مرورية عشان في بنعمل حاجة في الحتة دي، والوركينج زونز ستاديز اللي هي الدراسات عند مناطق العمل على الطريق، في صيانة، في مش عارف إيه، الكلام ده كله دول ليها الدراسات بتعمل، يعني ما بتعملش عشوائي زي ما احنا بنشوف عندنا ايه في الطريق يا عم ومش عارف ايه، حول الطريق والدنيا تتعجل، لا بتعملها دراسة قبل ما يتخذ القرار. الترافيك كنترول ديفايس ديزاين، دراسات خاصة بتصميم وسائل التحكم المروري، وعندنا 3 وسائل رئيسية اللي هي الساينز اللي هي اللافتات المرورية، الماركينج اللي هي التخطيط الأرضي اللي موجود، ده المهندس الانجينيرنج الترافيك انجينيرنج اللي بيعمله مش بتاع الهاي واي مش بتاع الطرق، وسيجنالز اللي هي الإشارات الضوئية، والترانسبورتيشن ماستر بلان اللي قلت لكم عليها من الأول اللي هي تعتبر ليفل متقدم من الترافيك امباكت ستاديز والترافيك سيركوليشن، لما يكون مشروع بقى كبير وداخل بقى في شبكة طرق داخلية وعلاقات شبكة طرق، بتدرس نفس الترافيك امباكت ستاديز بس بقى بموديل وسيميوليشن وحاجات على مستوى عالي. ماشي، ممكن نضيف عليهم برضو الانفيرومنتال ستادي، الدراسات الخاصه بالبيئه، ودلوقتي بيهتمين بالبيئه والسستينابيلتي والمؤتمر البيئه اللي فات والكلام ده كله، دراسات التقويم، الدراسات الخاصه بالدراسات الاقتصاديه في نومك ستادي، في دراسات كتيره عندنا. لو انت احنا تقريبا يعني هناخد كميه منهم طبعا، برضو مقدمة على كل علم مش هنخش فيه كل دراسة بالتفصيل، بس ادي عندكم لسه لو حد فيكم انترست غير اللي احنا ندرسه مع بعض ان شاء الله، حابب يعرف عنه حاجة يقول لي واحنا يعني نديله فكرة عنها ان شاء الله. في لغاية النقطة دي حد عنده اي سؤال او حاجة مش واضحة بالنسبة له؟ هي علم الهندسة المرور، هي الدراسات المرورية ولازمتها ايه وبنعمل ايه؟ ايه السكوت علامة الرد، يعني ما كلكم فاهمين وجاهد ولا نمتوا ولا انتوا معايا ولا انا بكلم نفسي؟ تمام يا دكتور، وسمعوني سكوا كده عشان النت يقطع ولا انا بشغل كده لوحدي يعني مش عارف حاجه، خليكم كده مصحصحين معايا، هو اي حد يتوقع في اي لحظه كده سهيله سؤال حسن مش عارف ايه رد علي، مش عشان اضمن ان انتوا سيادتكم مش ما مش فاتحين اللابتوب وسايبينه وقاعدين بتاع اللي في الاوضه التانيه. طيب ترافيك فوليوم ستاتس هنراجعها بسرعه لان احنا درسناه اوريدي في الترم اللي فات، بقيت ايه النص ساعه اللي باقيه من المحاضره بتاعتنا. احنا اتكلمنا على الترافيك فوليوم والترافيك فلو ريت والكباسيتي والساتوريشن فلو ريت، ده كان ديفينيشن نتكلم عليهم، بعد كده الاورلي فوليوم فاريشن والديلي فوليوم فاريشن والمطري
باريجا. الترافيك فوليوم زي ما انتوا فاكرين هو عدد العربيات اللي بيعدوا على قطاع معين من الطريق خلال فترة زمنية معينة عداء مقدارها ساعة، عشان كده الوحدة بتاعتها في كيلو بير اور. تمام، الفلو ريت هي اقل من ساعة عدد بس اقل، بس بنسيبه لايه بات اكسبريس ان ايكويفلنت اورلي ريت. بمعنى ايه؟ يعني اخد ربع ساعة اضربها في اربعة، تلت ساعة اضربها في تلاتة، نص ساعة اضربها في اتنين، ماشي. انما في الغالب احنا بناخدها كل ربع ساعة، باخد اعلى ربع ساعة واضربها في اربعة ونعتبر ده هو ده الفلو ريت. ده الفرق بين الفوليوم والفلو ريت، وانا هناخد اكزامبل عليه افكركم بيه. والاتنين وحدة بتاعتهم في كيلو بير اور، بس هي اقصى عدد من العربيات ممكن يعدي خلال ساعة معينة من الطريق، دي ساعة الطريق، ما يقدرش يشيل أكتر من كده، فهو أقصى عدد من إيه؟ عشان كده كلمة كباسيتي في أي حاجة في الدنيا لازم أول تعريف هي إيه؟ الماكسيموم حاجة. ساتيوريشن فلويد هو برضه ماكسيموم أور ليت، بس تحت كونديشن معين. بمعنى عند نقطة معينة في عربيات كان في طوابير، ماشي؟ والعربيات طالعة من النقطة دي كأن فيها بوتل نيك كده، عربية عطلانة في قلب الطريق، ماشي؟ فعاملة زحمة حواليها. لو جيت بعد العربية دي بالظبط عديت عدد العربيات اللي طالعين من الزحمة دي، كل العربيات اللي طالعين من الزحمة كانوا واقفين في طابور قبليها، صح؟ كانوا متكدسين. فعدد العربيات اللي طالعين من الطابور ده بنسميه ساتوريشن فلوريت. اكزامبل تاني للحالة بتاعتنا في الإشارة الضوئية، إشارة حمراء العربيات اتكونت، أول ما بتفتح حمراء قبل أول ما تفتح خضراء العربية بتبدأ إيه؟ بتطلع، كانت ديستشارج كده، تسرب للعربيات. فهو عدد عربيات برضه في الساعة، ولكن بيؤثر على كونديشن معين، وهو إن العربيات كانت واقفة وابتدت ايه تنطلق، واقفه بسبب ما، اشاره او زحمه او عربيه عطلانه او في كونستراكشنز على الطريق مثلا قافلين شهرتين ثلاثه بيعملوا صيانه او هكذا. تمام، الترافيك فوليوم فاريشن على مدار اليوم وعلى مدار الساعه وعلى مدار ايه الاشهر وهكذا. لو وقفت على طريق وايه عدد العربيات اللي بيعدوا عليه، هرسم هيستوجرام زي موجود عندي كده بالشكل ده، هقدر احدد منه او المفروض الشكل اللي بيتحدد منه وبيك اورز رئيسيه. ساعات بعض الاحيان بيبقوا 3 بيك اورز، بيبقى بعد ايه ساعه الظهيره كده او بعد الظهيره افتر نون، بيبقى ساعه الظهيره الصباحيه ساعه الظهيره المسائيه، دي بقى باين، ماشي. ده حجم المرور في الساعه ترافيك فوليوم، ده فيك الايه بير اور، معايا؟ يبقى كل ساعه دي، ودي بدايه التبادل، الرقم اللي موجود تحت ده بدايه الساعه، يعني دي حجم المرور من 7 ل 8، ودي من 8 ل 9، عدت دي كده من 9 ل 10 عد وهكذا. تمام، ادي الترافيك فوليوم. ممكن يترسم نفس الترافيك فوليوم ده بدل كولومز كده هيستوجرام، بيبقى بيترسم ك رقم كخط مزجزج كده، معايا؟ وممكن احول حجم الحركه من فيكل بير اور لوحده عربه الركوب المكافئه، لوحده عربه الركوب المكافئه هنتكلم عليها بالتفصيل. تمام، وبحدد برضو منها للبيك اور. برضه من الترافيك فوليوم بحسب حاجه اسمها ترافيك كومبوزيشن، هي التركيبه المروريه، نسبه الملاكي والاخرى وهكذا، ماشي. يبقى ده احد الايه وانا بعمل السيرفي بتاعي والاناليسيز واطلعه لازم يطلع لي تشارت حجمه قد ايه ونسب كل نوع من المركبات قيمتها قد ايه. من الدراسات دي او من الترافيك فوليوم ده لازم احدد ما يسمى البيك اور، حجم المرور في ساعه الذروه. تمام، وده اقصى حجم مرور بيعدي على او اقصى حجم مرور انا قسته على الطريق ده، ماشي. وقلنا تمام بيبقى فيه ايه اتنين على الاقل صباحيه ومسائيه، لو الدنيا ايه طبيعيه المدينه دي طبيعيه، ناس نازله الصبح شغلها واخر النهار راجعه. تمام، اي خلل بقى وحاجات زي كده او البيك على مدار الاسبوع على مدار الساعات اليوم كله يبقى فيه حاجه غلط في المدينه دي. لو جينا خدنا اكزامبل ايه الفرق بين الفوليوم والترافيك فلوريت، ادي الفوليوم ربع ساعه كل ربع ساعه كل ربع ساعه، است ادي اول ربع ساعه 250 275 312 300، لو جمعتهم طلعوا 1137. لو خدنا اعلى ربع ساعه اللي هي 312 ضربته في 4 هيطلع 1248، الاثنين وحدتهم في كيلو بير اور، ده ترافيك فوليوم، انما ده فلوريت اعلى ربع ساعه ضربته في 4. تمام، لو جيت خدت ترافيك فوليوم بتاع الساعة على الفلوريت، الفوليوم على الفلوريت لو جينا شفنا في المثال اللي فات ده الفوليوم على الفلوريت لازم يطلع قيمة ريشيو أقل من واحد، لأن أعلى ربع ساعة لما أضربها في أربعة لازم يطلع أكبر رقم أكبر من مجموعه، ماشي. وبالتالي بيطلع لي بقى فاكتور بسميه البيك أور فاكتور،
والبيك ار فاكتور ده اللي رينج من 0.7 ل 0.98، وكل ما بيقرب من 1 تمام اقصى قيمه لل 1 تمام، انما ما بيحصلش 1 بالظبط، لان ما بيحصلش 1 الا في حاله واحده، لما يكون الاربع تربع قد بعض، يعني لما يكون دول 312 312 312 312 ماشي، وده نادر جدا او مش نادر، استحاله يحصل طبعا ان انا اقيس حجم مرور على طريق ويطلع لي اربع في خلال ساعه الاربع تربع نفس العدد العربيات لحد. طبعا دي حاجه يعني ايه خيالي ماشي، وكل ما يقل الرقم ده معناه ان في فاريشن كبير بيحصل خلال البيك اور، كل ما يقرب من واحد معناه ان ايه تقريبا حجم المرور ستيدي ستيت كده ثابت ما بيتغيرش، مفيش ايه تغير كده. ده المثال اللي فات، لو خدنا ال 1137 ترافيك فوليوم على الفلوريت يطلع لي 0.91، وده الرينج الطبيعي عندنا في القاهره بيطلع من 0.9 ل 0.95. بقيس حجم المرور ازاي؟ كل شغلنا في مصر بيبقى بالمانيوال استماره كده، ومع معدات بايديهم، او دلوقتي في ابلكيشنز على الموبايل بيعد يحط لي الارقام، وانا بصمم الاستماره دي حسب نوع الدراسه انا عايز اصنف العربيات على شكل ايه. او اوتوماتيكالي بقى، ده زمان كانوا بيستعملوه وما زالت موجوده كتير جدا، هي تيوبس كده واجهزه تيوبس مرميه في الارض، ومع جهاز كل ما عربيه تعدي بيحسبها. او حديثا دلوقتي ايه الرادارات والكاميرات والحاجات دي كلها بتقيس احجام الحركه وبتقيس سرعات وبتدينا ترافيك داتا كويسه. لما يكون عندي بقى الترافيك داتا سواء جبتها مانيوال او باجهزه حديثه رادارات وكاميرات وخلافه، ببتدي اعمل عليها اناليسيس. اول اناليسيس ان انا اشوف الديلي الاور فاريشن اللي شفناه من شويه، واحسب البيك اور وبحسب البيك اور يعني قيمتها قد ايه، تحصل الساعه كام، والبيك اور فاكتور قيمته قد ايه. وبعد كده بعمل لو كان عندي دراسه كبيره بعمل على مدار كذا يوم ورا بعض اشوف الديلي فاريشن احجام الحركه شكلها عباره عن ايه، عشان احسب حاجتين مهمين جدا بنستخدمهم في الدراسات وبتوع الطرق تملي بيطلبوها مننا عشان بيصمموا عليها طرق الصيانه وبيصمموا عليها طبقات الاسفلت، اللي هي الافريج ديلي ترافيك والانوال افريج ديلي ترافيك، اللي هي الاي دي تي والاي اي دي تي. الفرق بين الاثنين دول، الاي دي تي اللي هو الافريج ديلي ترافيك هو عدد العربيات على كذا يوم عدتهم على طريق معين في اتجاه معين وجيت قسمتهم على عدد الايام ده، فاداني متوسط حجم المرور اليومي قيمته قد كده ماشي، بس لازم يكون عدد الايام دي ليس ذان 365 يوم، يعني اقل من سنه. اقل من سنه خلاص يبقى افريج ديرتا. لو تمت سنه كامله يعني قست الحجم ده كله على مدار سنه كامله ورا بعض يعني 365 يوم، يبقى اللي طالع ده هو مش قادم مش افريج ديلي ترافيك، لا ده انيوال افريج ديلي ترافيك ماشي على مدار سنه. والاثنين طبعا وحداتهم لازم يكون فيكل بير ايه بير دي، يبقى عدد العربيات في اليوم، لو عدد ايام معين يبقى افريج ديلي ترافيك، لو عدد الايام دي وصل لسنه كامله يبقى انوال افريج ديلي ترافيك. ده بيستخدم لحاجات وده بيستخدم لحاجات. الافريج ديلي ترافيك تمالي بيستخدم عشان اشوف الميجرز اوف كارنت ديماند، يعني اشوف الديماند شكله عباره عن ايه، حجم الحركه اللي اشوفه ايه، اعلى يوم ثاني يوم ايه ماشي، واركز عليه مثلا في الدراسه بتاعتي واشوف البيك اور في اليوم ده شكله قد ايه، عشان اعمل تصميم مثلا اصمم اشاره اخد ديسيشن معين ازود حاره ولا اعمل احل المشكله دي ازاي ماشي. وبالتالي هي عباره عن بيستخدم في الغالب ان هو اشوف الديماند عندي شكله قد ايه حجمه قد ايه، وان انا اعمل ايفالويشن للاكسيستنج كونديشن. انما الانوال افريج ديلي ترافيك ده تملي بقى الناس بتوع الطرق بيطلبوه مننا في الدراسات، يقول لك طب انا عايز احسب لي الانوال افريج ديلي ترافيك، لان ده بيستخدموه في المينتنس بتاعت البروجرامين. بعد كام سنه ممكن احتاج ان انا اعمل صيانه للطرق عندي دي ماشي. وبرده بيستخدم في التريند بتاع الترافيك فوليوم شكله عباره عن ايه، يعني مدار بقى بس انا اقيسه على مدار كذا سنه ورا بعض ماشي، اشوف الانوال افريج ديلي ترافيك على طريق القاهره اسكندريه الصحراوي خلال 10 سنين اللي فات، واشوف والله بيزيد بيقل معدل الزياده شكله قد ايه وهكذا، وبالتالي اتوقع سنه معينه ان ممكن الطريق ده يوصل لكباسه معينه ومحتاج ايه ان انا ازود عدد الحرات او لازم من دلوقتي اعمل طريق بديل وهكذا ماشي. يبقى نشوف الترند بتاع الزياده. وبرضه بيستخدم في الايكونوميك وفيزابيلتي ستادس، الدراسات الخاصه بال الايكونوميك والفيزابيلتي اللي هي اللي بيسموها ايه الجدوى، دراسات الجدوى ماشي، مدى جدوى ان انا اعمل ديستيشن معين، انا اعمل مترو، اعمل اقلل حجم الحركه من ان انا اعمل طريق جديد وهكذا او ازود عدد الحارات
وبرضه بيستخدم في الايكونوميك ستاديز اللي هي نحط تول ستيشنز جوه محطات الصومة واخد من كل عربية 10 جنيه، ودي هتبقى مجدية ولا مش هتبقى مجدية، وكل الدراسات دي برضه بيحتاج الانوال افريج ريتيرن، لان هو دوت بيحسب منه بقى متوسط التكلفة ومتوسط الدخل قد ايه، ويحط التعريفة قيمتها قد ايه وهكذا. طب عشان احسب الانوال افريج ترافيك يبقى لازم قلنا على مدار سنة كاملة، يبقى كل شهر حسبت حجم الحركة بتاعته، جمعت حجم الحركة كله طلع ايه. مثلا في الاكزامبل بتاعنا ده لما تذكر طريق قناة اسكندرية صحراوي، بس مش فاكر سنة كام، حوالي 12 مليون. لا ده كان اكيد من زمان، ده دلوقتي 12 مليون بيعدوا في شهر تهيألي. عربية لو قسمتهم على 365 يوم هيديني 32,919، يبقى ده الايه الانوال افريج ديلي ترافيك على الطريق ده خلال هذا العام. لو جيت قسمت احجام الحركه دي على ايام الاسبوع، يعني يوم سبت حد اثنين ثلاثه اربعه خميس جمعه، وشفت احجام الحركه على كل يوم من الايام دي وقسمت على عدد الايام، يعني شفت مثلا كل ايام الحد كان حجم المرحله ده قد ايه ماشي، وانا قسمتهم على 52 حد عندي ماشي، يديني افريج هنا افريج ديلي. بس هنا افريج ديلي بتاع يوم ايه؟ يوم الحد، يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الاربع، فاصبح عندي على كل يوم من ايام الاسبوع في افريج ديلي مختلف. فلو جينا رسمناه مثلا المثال اللي فات ده، وهشوف مثلا ادي المتوسط بتاع يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، هوب جمعه نزل جامد، سبت اعلى شويه بس ما زال اقل، وده شيء طبيعي في بلد عند في مصر ان الجمعه والسبت اللي هو الويك اند. يعني انت لو بصيت على ترافيك فوليوم لاي دول تعرف الايام الاجازات بتاعتها شكلها عباره عن ايه. الويك اند بتاع الدول اللي هو الويك اند بتاعها ساتردي والساندي، بتبص تلاقي الدروب بيبقى فيه في اليومين دول، ويوم الجمعه يوم عمل عادي افريج ديلي ترافيك فيه نفس القيمه بتاعتها. طيب لو جينا خدنا أحجام الحركة كل شهر، شهر يناير مثلا كانوا 887,000 وشوية، شهر يناير في 31 يوم، لو قسمت أحجام الحركة دي على 31 يوم هيديني الإيه؟ الأفريج ديلي ترافيك اللي هي الإي دي تي، بس هنا بحط إم قبل اللي هي المونثلي أفريج ديلي ترافيك. ليه؟ لأن ده الأفريج ديلي ترافيك. وليه أفريج ديلي ترافيك؟ لأن ده متوسط حجم مرور يومي وحدته فيكل بير دي، بس اللي شهر معين في السنة هو شهر يناير ماشي. وبالتالي لو عملت كده على كل الأشهر بتاعت السنة، كل شهر حسبت الأفريج ديلي ترافيك بتاعه ورسمت الفاريشن بتاعه، يبقى شكله عبارة عن إيه؟ بيطلع لي كده إيه شكل أقدر أشوف أعلى شهر بيبقى في السنة بيبقى شكله إيه، وأقل شهر في السنة شكله قد إيه. ده أفريج ديلي ترافيك، يبقى الوحدة بتاعتها فيكل بير دي، ودي أشهر السنة. لو شفنا على الطريق ده إن شهر 5 كان قليل جدا، شهر 10 قليل، شهر 7 وشهر 8 عاليين جدا، 9 أقل شوية. أفهم من كده إيه؟ حد يقدر يحلل لي الأفريج إير ترافيك على مدار المانثلي؟ إن شهر 7 و8 دول أجازات رسمية في الصيف، يبقى معظم المدارس والجامعات أجازة، ومعظم الأشغال بتبقى أجازة، فالناس بتروح تصيف كتير، فبالتالي بيبقى في رحلات كتير للمصايف أو أماكن بزيارات والحاجات دي، فبالتالي بتسبب زحمة للترافيك يبقى معنى كده ان الحصر ده كان على طريق ايه؟ على طريق المصايف اللي هو طريق مثلا يبقى طريق، يبقى نفهم على طول ان الطريق ده هو كان احد الطرق اللي بيؤدي الى مصايف زي طريق الساحل مثلا او طريق اسكندريه الصحراوي وهكذا ماشي. يبقى اول حاجه تمام. نستنتج ان الطريق ده هو بيوصل لمصايف تمام، وبنفهم ان من شهر 5 وشهر 10، يعني ليه شهر 5 قليل وليه شهر 10 قليل؟ حد عنده فكرة؟ 5 بتبقى فترة امتحانات للمدارس والجامعات، فبيبقى كويس. صعب مثلا حد يطلع رحلات، و10 بتبقى بداية الدراسة. انت سلمى برضو؟ انا ما بيبانش عندي عشان انا مشغل الاستاذ، فما بعرفش مين. سهيلة ما عندي سهيل، عشان انا بعلم صح على الناس اللي بتشتغل معايا، الناس اللي دايما تانية ما بعلم عليهم غلط، هما حرين خليهم نايمين.
تمام. فاللي يتكلم يقول لي اسم عشان اعلم عليه. تمام، زي ساي لما بتقول برافو يعني شهر خمسة، احنا عندنا شهر خمسة دي بداية امتحانات الترم التاني، وعندنا شهر 10 دي بداية الدراسة، وبالتالي ايه بيحصل دروب كبير في الافريج دي ترافيك عندنا ماشي. وبرضه عندنا شهر واحد الامتحانات بتاعت الترم الاولين. طيب بناخد بقى الافريج دي ترافيك دوت على مدار اليوم وعلى مدار الشهر اللي انا محسوب، يعني هو متوسط حجم المرور اليومي لايام اسبوع معينه ومتوسط حجم المرور اليومي لاشهر معينه، وبجيب منهم فاكتور بنسميه الديلي فاكتور والمانثلي فاكتور ماشي. لو جبنا الايه الافريج ديلي بتاع المانث ماشي على ديلي ترافيك ليوم معين بيديني فاكتور، ولو خدنا الانوال افريج ديلي ترافيك على مدار سنه الانوال ديلي ترافيك على شهر معين بيديني المانثلي فاكتور. تمام، هنا فاكتور لان الاثنين كل الوحدات بتاع دول هو فيك البردية، وبالتالي فيك البردية على فيك البردية، وبالتالي الفاكتور هنا بيطلع لي ايه يونت ليس ملوش وحدة. تمام، طب ده اهميته ايه او فايدته ايه؟ فايدته ان انا ممكن لو عندي الفاكتور دي الفاكتور دي من دراسة سابقة ومفيش ما بيحصلش تغير على الطريق دوت، ان انا ممكن احسب الافريج دي ترافيك دوت من يوم واحد. يعني لو عملت حصر يوم واحد على الطريق ده كأني عملت حصر على مدار سنة كاملة. تمام، فاخد اليوم دوت واعرف اليوم دوت كنت انا قسته كان يوم ايه من ايام الاسبوع، يوم حد ولا يوم اتنين، واضربه الفاكتور بتاع اليوم الاسبوع اليوم دوت، وكان شهر ايه يناير ولا فبراير ولا مارس، واضربه في الفاكتور بتاع الشهر دوت، احسب الانوال افريج ديري ايه ترافيك. بس الكلام ده احنا ما بنلجالوش الا للضرورة ولضمان ان الفاريشن ده مش متغير. يعني ايه يعني ايه الفاريشن؟ يعني التغير في السنه اللي يعني يكون دراسه حديثه، ما ينفعش اخد دراسه قديمه ماشي، لان اكيد الدنيا اختلفت معايا. الدنيا اختلفت ليه؟ لان الطريق مثلا لو خدنا اكزامبل القاهره اسكندريه الصحراوي، في ديفلوبمنت بتحصل كتير على الطريق ده، كان زمان اسمه صحراوي، دلوقتي لما بتمشي عليه بتلاقيه كله زراعات ومزارع يمين وشمال، ودلوقتي عملوا العلمين الجديدة وبيتعمل بتوسع طريق العلمين، وبعدين عملوا طريق ضبعة جديد، فكل ده بيغير لك في الفاريشن بتاعت الباترن بتاعت الترافيك نفسه ماشي. وبالتالي انت لو حسبت الفاكتور ده والتغير ده من 5 سنين هيختلف عن السنة دي، انما لو عامل دراسة حديثة من سنة من سنتين ممكن اقول ايه ما حصلش تغير كبير، وبالتالي اقدر استخدم الفاكتور بتاعت السنة اللي فاتت في السنة دي. طيب ده الفاكتورز. اديلي اورلي فوليوم، سوري ديزاين اورلي فوليوم اللي هو ساعة تصميمية. ما لي ساعة تصميمية عندنا احنا بناخدها من في الدراسات بتاعتنا اللي هي البيك اور، باخد اعلى ربع ساعة اللي هو فلو ريت واضربه في اربعة وبعتبره الديزاين عندي ماشي. ده احد اللي الوسائل، ودي اسرع وسيلة ودي الاشهر اللي احنا بنستخدمها في الدراسات عندنا. انما كلمة تعريف الديزاين اورلي فوليوم في الاول من الاول كده يعني ممكن بيتجاب اكثر من طريقة. هو طبعا المفروض الديزاين ده هو عبارة عن ايه الأقصى حاجة ممكن متوقع انها تكون ماشية على الطريق ده، وعشان أصمم عليه الطريق ده ديزاين. يعني ايه هصمم عليه الطريق؟ يعني ايه هصمم عليه الطريق؟ يعني أحدد عدد الحارات اللي موجودة على الطريق قد ايه، أحط سيرفيس رود محتاج سيرفيس رود ولا محتاجش سيرفيس رود، لو أحط عليه إشارات ولا لافتات ولا الكلام ده كله، أحطها فين وإزاي والكلام ده كله ماشي. فالتصميم لعناصر الطريق ده ومن الناحيه المرورية بيعتمد على ان انا احدد الديزاين اور لفوليوم ده قيمته قد ايه. احد الوسائل اللي طبعا دي حاجه نظريه بصراحه موجوده في الكتب اللي عمري ما استعملتها انا في دراسه بصراحه ماشي، لانها محتاجه حاجه كده ايه، بس طبعا بتاخدوها عشان دي هتلاقيها موجوده في الكتب بتاعت الترافيك كلها، اللي هي الساعه الثلاثينيه. ايه الساعه الثلاثينيه دي؟ انا اكون عندي احتجام الحركه على مدار سنه كامله، لازم سنه كامله لكل ساعة بقى مش لكل يوم، وبالتالي عندي كام ساعة؟ 365 يوم في 24 ساعة، مش عارف هيطلع لي كام قد إيه، مش عارف الرقم مش عارف موجود هنا ولا لأ. 365 في 24 ساعة، أنا عندي 8760 رقم. أرتب الأرقام دي كلها، هي عبارة عن فيكر بير أور من تصاعد تنازلي سوري من الأعلى للأقل، وآخد رقم 30 وأعتبر الديزاين. إشمعنى رقم 30 بقى؟ دي دراسات ناس الأمريكان عملوها، هم قالوا لنا قال لك انت استثني 29 الاولانيين، لان ده بيحصل في ظروف استثنائيه في الغالب،
وما ينفعش ان انا اصمم طريق على اعلى طريق قيمه كده، معناه ان انا كل الطرق هبقى محتاج 20 30 حربه في هذه الحاله. دي ظروف استثنائيه، وخد رقم 30 ده انسب حاجه ممكن اصمم عليها من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه العمليه البراكتيكال. ديزاين اورلي فوليوم ده ممكن يتجاب بطريقه اخرى غير الثلاثه الاكاديميه دي اللي قلت لكم ما بتستخدمهاش تقريبا، وهي ان انا اضربها في تو فاكتورز من خلال معرفتي بالانوال. لو عندي الانوال افريج دير ترافيك بضربها في تو فاكتور. ايه التو فاكتورز دول؟ كي فاكتور والدي فاكتور. ايه تعريف الكي فاكتور؟ ده عباره عن نسبه من حجم المرور على مدار اليوم على حجم المرور على مدار الساعه، يبقى خلال الساعه على خلال اليوم ماشي. ودي قيمة بتتراوح من 0.07 ل 0.16، يعني حوالي من 7% ل 16% من حجم المرور على مدار اليوم بتعدي خلال ساعة الظهر ببساطة كده. الكود المصري حدد لك الساعات دي، حدد لك القيم دي، وبالتالي ممكن نلجأ ليها. واحنا غالبا في الدراسات لو ما عنديش الكي فاكتور او مش عارف الطريق ده بناخده تقريبا في المتوسط 0.1، يعني تقريبا 10%. يعني لو عندي حجم المرور على مدار اليوم باخد 10% منه بعتبره على الساعة، أو العكس لو أنا عملت حصر مرور خلال ساعة الذروة بقسمه على 0.1 أقدر أعمل استيميشن يبقى حجم المرور على مدار اليوم قيمته قد كده. الفاكتور التاني اللي هو الدايركشنال فاكتور اللي هي حجم المرور رايح جاي، رايح قد إيه وجاي قد إيه، وبالتالي هي ريشيو تتراوح ما بين 0.5 ل 0.65. 0.5 لما معناها إيه؟ معناها إن الطريق رايح وجاي قد بعض، ودي نادر ما يحصل. تمام، تملي بيبقى حجم المرور على اتجاه اعلى من الاتجاه، وفي الغالب بيبقى الصبح في اتجاه اعلى وبيتعكس اخر النهار ماشي. وبالتالي الريشيو دي بتتوقف على حسب نوع الطريق، طريق خلوي يعني اربن يعني خارج المدن، او شبه صدر يعني ما بين المدن وما بين الطرق الخلويه او اللي هي رورال والاربن، او الطرق الحضريه المحوريه. الحضريه يعني داخل المدن حضر ماشي، والطرق الحضريه دائريه ذات ترافلنج رود، فبيدي لك ايه ادي الفاكتورز معين من الجليد ده من الكود المصري موجود. ترافيك كومبوزيشن زي ما قلنا عليه اللي هي نسبه حجم المرور، بحسب منها باسنجر كار يونت. ايه الباسنجر كار يونت؟ ان انا احول حجم الحركه عندي لوحده واحده، ليه؟ لان البرفورمانس بتاعت الحركه بتاعت النقل غير الملاكي غير كده، وبالتالي ما اقدرش اعتبر مثلا عندي 10 عربيات ملاكي ماشيين على الطريق زي كانهم زي 10 تريلات ماشي. تريلا بيبقى حجمها كبير وسرعتها او قدرتها على التسارع والتباطؤ والفرمله والصعودة في المنحنيات اقل كتير من العربيه الملاكي ماشي. وبالتالي بحول بقى العربيات كلها بقى، فاعتمدوا العالم كله ان العربيه الملاكي اللي هي الباسنجر كار عربيه الركوب هي اليونت الرئيسيه اللي انا بحول العربيات ليها ماشي. وحط فاكتور هنا، وادي الجدول عندنا بتاع مصر او الكود المصري بيدي لها طبعا رابط الركوب هي وحدتها واحد ماشي. فيجي مثلا يجي عند الميني باص على سبيل المثال، فتلاقي هنا 1.62. يعني ايه هنا؟ يعني الميكروباص ده بيمثل لك 1.62 عربيه ملاكي لو كنت انا بدرس طريق داخل مدن، او 1.74 لو بدرس تقاطع داخل مدن، او 1.62 لو بدرس طريق خارج الايه المدن. فهو صنف لك على حسب طريق داخل مدن، وداخل مدن دي على طريق ولا على عند تقاطع ماشي. ودي لك فاكتور عندي ماشي. لو جينا بقى ازاي احسبها، ان انا لو عندي عربيه مثلا قست على طريق ساعه الذروه الصباحيه دي 4500 عربيه، وكان ترافيك كومبوزيشن بالنسب دي 70% ملاك، 9% باص، 6% ميني باص، 5% ميكرو باص، 4% لا ترافيك، 3% هيفي تراك، و3% سايكل. ازاي احود الكلام ده كله لوحده عربه ركوب مكافاه؟ فانا كل اللي هعمله هضرب كل نسبه في الفاكتور بتاعها. طبعا 70% باسنجرز دي اللي هي 1، 9% يعني 0.09 باصز الباصات الاتوبيسات الفاكتور بتاعها 2.6، وهكذا اضرب كل واحده في النسبه بتاعتها واجمع في الاخر اكيد هيطلع لي رقم قيمته اكتر من الواحد. اضربه في 4500 يبقى انا حولت الترافيك كومبوزيشن اللي هو بتركيبه دي هو مكون من 4500 عربيه الى وحده عربه ركوب ايه مكافاه. تمام. هنا يمكن مش موجوده بس خلينا نضيفها لكم، بس اقولها لكم بالمره، اللي هي ديزاين فيكل. ايه ديزاين فيكل دي؟ دي الفيكل اللي انا الراجل بتاع الطرق يقول لك طب انا اصمم الطرق على اي طريق، على اني عربيه، يعني كلهم ماشيين ملاكي ولا كلهم ماشيين باصات ولا هكذا. فالديزاين فيكل دي تتحدد لو كان
أكبر عربية بتعدي على الطريق بشرط إن يكون نسبتها تتعدى 5%، 5% فيما فوق، يعني الأقل في 4% ما ينفعش، باخدوش. ماشي، فالمثال اللي عندنا هنا إيه هما اللي نسبتهم عدوا 5%؟ اللي هما الأربعة دول، الباص، سوري، الباسنجر الملاكي، والباصات، الأتوبيسات، والميني باص، والمايكرو باص. ماشي، دول نسبتهم 5% فيما فوق، الباقي أشيله من حسابي خالص. طب الأربعة دول أكبر عربية فيهم إيه؟ من ناحية الحجم البص الباصات. وبالتالي أقول للراجل بتاع الطرق صمم الطريق عندك من حيث عدد الحارات والمنحنيات والمداخل والمخارج والكلام ده كله، على إن العربية بتاعتك أو اللي ماشي على الطريق ده كله عبارة عن إيه؟ باصات. ماشي؟ فهمتوا إيه يعني إيه ديزاين فيكل؟ هي سلايد مش موجودة هنا للأسف، بس أنا هبقى دكتور، أحطها معلش قدام. عندي سؤال. طب دلوقتي ماشي، انا هصمم على الباصز عشان هي اكتر برسنتج اكبر من 5%. طب في حالة ان يبقى فيه هيفي تراك، هي كبيرة، انا عارفة ان هي نسبة قليلة، بس هي بقى كده هتعدي ازاي؟ لو تخيلنا مثلا في المثال اللي عندي ده الهيفي تراك هنا 5%، صح؟ تمام. وبالتالي يبقى تخش معايا في التقييم، ابص كده كل اللي 5% اهم اكبر واحده فيهم الهيفي تراكس اللي هي النقل التقيل، فبقول له صمم الطريق بتاعك على ان كل العربيات اللي ماشيه علينا اتقل. يعني ايه هو التصميم في هنا؟ في عباره عن ايه اللي هو تحديدا؟ يعني في المنحنيات، في الراديوس المنحنيات بتاع عشان الكيرفات، دوران وكده. المنحنيات، الكيرفات، الميول الطوليه بتاعه الطريق، وهكذا. ماشي، فيصمم الطريق ده ويشوف الهيفي تراك محتاج اكثر ميل ليه قد ايه، سي مثلا 5%، يبقى المفروض هو بيعمل التخطيط الطولي للطريق ما يزودش عن 5%. وعشان يجي عند منحنى على الطريق، مدخل او مخرج، او عند تقاطع، او عند يوتيرن، في نص قطر عشان العربيه دي تعدي، وبالتالي كل طريق من العربيه دي بيبقى محتاجه انترنال ريديوس مختلف. اصممه على ايه؟ على الانترنال ريديوس اللي هو بنحتاجاه الايه؟ الهيفي تراكس. ماشي؟ فين؟ يبقى تمام. كده يعني ليه؟ نسبة، ما هو في نسبة هي مش مختفية خالص، فكده 3% تروكس دول، يعني بعد ما الطريق يتصمم ممكن مثلا أشوف لهم طريق بديل أو كده. انت قصدك يعني لو انا هصمم على كده؟ على لو هصمم على إن أكبر حاجة عندي الباصز من ناحية الحجم، هو وفي الفروق، تلاتة في انا المية فعلا فهمت قصدك، فهمت سؤالك. هو طبعا بيبقى فروق، في فروق بينهم، يعني بين الباصص والهيفي، يعني نص القطر هتبقى ايه اكبر شويه لو كان، لو التراك ما عن الباص. لا هو انا مش هصمم بقى طريق خاص بيه عشان عندي 3%، انما هيعملوا مشكله في العربيه دي هي بتعمل يوتيرن مثلا، لو انا بصمم يوتيرن او عند، بس مش هتقفل الطريق، يعني مش طريق، يعني العربيه مش هتوصل لمرحله ان هي مش هتعرف تعدي من التقاطع، لا هي هتعدي ماشي، بس هتبقى ببطء وبحرص لانها مش الطريق مش متصمم ماشي، وبالتالي في لحظه دي هتبقى عامله مشكله شويه، فهنتجاوز عليها نقول ماشي مش مشكله، عربيه وتعدي وخلاص. يعني هي عمليه تجاوزات او موائمه بين المتطلبات العربية دي، وإن أنا أصمم الطريق كله بمنحنياته من الناحية الاقتصادية على عليها هي. واحنا تمام؟ كنا خدنا في الطرق الحتة دي ان هما كل مسافة معينة مثلا في اليوترنات بيقوم عامل يوترن ايه يعمل اللي هي يحقق 3% بتاع الهيفي تراك، وكذلك لو مثلا مفيش مساحة ومفيش مشكلة فعلا الهيفي تراك تقفل الطريق نفسه، او يعني تمشي، او يعني تطلع على الرصيف وتعرف تلف حاجة كده يعني. هو بيصمموا برضه عاملين حسابه ان هو ما توصلش ان هو يطلع على الرصيف، بس هيضطر ان هو ايه، بدل ما ياخد مثلا حاره الشمال وبيعمل يوتيرن، فهيضطر ياخد ايه حاره يمين شويه كده عشان يوسع الايه الكيرف بتاعه يعدي. فهذه الحاله هي لها ريسك شويه من ناحيه السيفتي يعني، بس بنعديها شويه على اساس ان احنا ما نصممش بقى كل اليوتيرنات بانصاف، او هتضطر في هذه الحاله تعمل جزيره بعرض كبير جدا عشان تحقق نص القطر ويعدي لك التراك دي ماشي، او زي ما انت بتقول كده ممكن
يخلي كل كام يوترن مثلا او حاجه يروح موسعها شويه ليه للهيفي تراس. تمام. بالنسبه للميول مثلا، ده بالنسبه للاغصان، فهتبقى البرفورمانس بتاعها ضعيف شويه. يعني انا عليت الميل عن الاكسبتابل ده، بس مش معنى كده ان ده الماكسيم اكسبتابل، مش معنى كده ان هو لما هيزيد عن كده ان العربيه التراك مش هتطلع، لا هتطلع بس هتبقى بطيئه ازيد من اللازم. ماشي. فبالتالي 1% ولا 2% مش هيبقى عاملين مشكله كبيره، او مش هيأثروا بصوره كبيره على الطريق. تمام. في أي أسئلة تانية؟ دكتور لو سمحت، هو احنا لما نحسب البي سي يو بناخد في اعتبارنا الترافيك فوليوم كتوتال ولا الفلو ريت اللي هو باخد اعلى فوليوم بضربه في 4؟ على حسب ال يعني، في كده وفي كده. ماشي. طيب لو ايه الفرق؟ لو 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 احنا في الغالب في الدراسات بتاعتنا، لا مش مفيش فرق بينهم، بس بتقولي في الدراسة بتاعتك او انما لو انت هتعملي الكلام ده كله عشان ديزاين للطريق من حيث عدد الحارات وتصميم مثلا الاشارات والخطوات، بناخده كفلوريد. يعني بناخد اعلى ربع ساعه واضربه ايه في 4، واشوف ربع ساعه دي الكومبوزيشن بتاع شكلها عباره عن ايه. ماشي. في بعض انتوا خدتوا المشروع، دخلتوا في المشروع بدأنا فيه. دخلتوا خدتوا حاجه في الترافيك، في البرامج الترافيك سيدرا ولا سينكرو ولا حاجه اللي بيحلل؟ لا احنا بدأنا جزء الترانسبورتيشن بس لسه ما دخلناش في الترافيك. يعني لما تخش انت في البرامج والحاجات دي، هتلاقي بيسألك في البرنامج انت مدخلاه كفوليوم، في هذه الحالة هيطلب منك النسب دي، وهو في الديفولت عنده القيم دي اللي قدامي اللي هي الجدول ده. ممكن اخش انا اغيرها، لان دي بتبقى الحاجات طبعا للبرامج دي كلها بتبقى الولايات المتحده وبالتالي بتستخدمها، فممكن تخش انت تغيري. ماشي. فاحنا عشان ما بنخشش احنا بقى نغير والكلام ده كله، احنا بنحسب الباسنجر كار يونت. بنحسبها ازاي؟ بناخد الترافيك فوليوم ككل، يبقى هنا باخد الترافيك فوليوم مش الفلو ريت. معايا؟ قبل ما ندخلها في البرنامج، واخد الترافيك فوليوم تمام. ككل اللي هي فيكل بير اور، وأقصى واحدة على حسب الساعة، على ساعة، وأشوف الترافيك كومبوزيشن، وأحسب وأكون أنا حاسب بين الريتس بتاعتي اللي هي في الكود المصري البي سي يو، وبدخلها في البرنامج بي سي يو وحدة عربة ركوب مكافأة، وبخش أنا بقى أروح مصفر النسب كلها. يعني أنا بحط نسب التراكس بزيرو والباصات بزيرو والكلام ده كله، هي مش بزيرو بس أنا عشان أنا دخلت له قيم إيه؟ بي سي يو. فاهم قصدي؟ تمام. ماشي. يعني انا بحسب كترافيك فوليوم عشان انت تشتغله في المشروع بالبرامج. ماشي. فبحسب كترافيك فوليوم. تمام. باخد ساعة كاملة واشوف عدد الايه النسب اللي موجودة عندي، زي المثال اللي موجود قدامي ده بالظبط، واحسبه زي ما المثال ده، واخد الارقام دي، هي دي اللي هشتغل عليها. تمام. وبعدين تمام. البرنامج نفسه، البرنامج نفسه بيطلب منك البيك اور فاكتور، فاكرين اللي قلته من شويه؟ 4 في أكبر حجم في ربع ساعة. اللي هو انا 0.9 ولا 0.95 ولا 0.94، وكان في الرينج ده، بيبقى في الرينج ده، انا بدخل له القيمه دي، فالبرنامج راح محول لي البي سي يو من فوليوم ليه؟ لريت، واشتغل عليه. ده البراكتيكال اللي بيحصل. طب هو أكبر فوليوم ده يا دكتور اللي هو في ربع ساعة، ما هو الكومبوزيشن بتاعه مختلف، مظبوط؟ انا معاك، بس احنا بناخدها، اقول لك ايه،
اصل هو لازم البرنامج انا لازم نبينها لك على اكسل. اقول لك انا عشان تبقى عارف برضو، مش عارف الكلام ده انت هتعملوه بايديكوا في المشروع. انا البيك اور يعني المثال اللي انا حطيت لكم من شويه كان من 8 ل 9، من 9 اللي هو اكشوالي ما بيبقاش كده، يعني ممكن تكون البيك اور من الساعه 8 وربع ل 9 وربع، يعني مش شرط تكون بدايه رأس كل ساعه. فانت بتعمل ايه؟ انت بتعمل بالاكسل بتجمع لك كل 4 ارقام ورا بعض، بيجمع لك كل 4 ارقام ورا بعض، وكل ربع ساعه فيها ترافيك كومبوزيشن مختلف زي ما انت ما بتقول كده، فبيحسب لك البي سي يو كل ربع ساعه. وانت بترسم بقى التشارت اللي هي مرسومه دي، بيطلع لك 8 8 وربع 8 ونص 8 و45 و9 وهكذا، ويبقى الفلكتويشن قدامك باين، بتشوف اعلى واحده فيهم فين. شوف اعلى واحده فيهم دي، الاعلى واحده دي اتحسبت ازاي؟ اتحسبت من باسنجر كار يونت لكل ربع ساعه لوحدها ومتجمعه، وشفت اعلى ساعه او اعلى 4 ارقام متتاليين طلعوا فين، فهي محسوبه على ربع ساعه. هو جميل، هي محسوبة فعلا على ربع ساعة. طب هو جايز برضه هو بيجمع كل الربع ساعة، كل يعني كل أربعة ربع ساعة ورا بعض. طب ما أنا ممكن فعلا في ترافيك كومبوزيشن الأربعة اللي جم ورا بعض كأعلى قيمة يبقى مثلا معظمهم بكل عربيات أو ماشي ماشي، موتوسيكلات. ما هو حاسب لك كل ربع ساعة لوحدها بالترافيك لا كومبوزيشن بتاعها. ما هو الترافيك كومبوزيشن، ما هو انا بحط له كفاليو، ما بحاولش انا بالفاكتورز اللي موجوده في الجدول دي، صح؟ لا ولا بتحولها بحاول بالجدول دي. الاول؟ ايوه انت عندك الجدول ده ثابت، ده ثابت صح؟ الجدول بتاع اللي هي التحويله من اللي هي العربه الركوب المكافاه. ده رقم ثابت. انت عندك ترافيك فوليوم كل ربع ساعه لا اللي صح؟ اقصده ثانيه بس يا دكتور، قول معلش، لي قول لي يعني انا دلوقتي الفوليوم اللي انا عديته في خلال ساعه او على مدار كذا ساعه، مثلا على مدار ساعتين، فانا الساعتين بالنسبه لي فيهم ايه 8 ارباع. باخد انا بقى يعني كل بالكومبوزيشن ده اقوم ضربه في الفاكتور ده، يعني كل احول ربع كله قبل ساعة. ما ادخل على البرنامج اصلا. كل ده الكلام ده ايوه كل بيتعمل ربع ساعه بحولها البي سي يو، كل ربع ساعة بتحولها للبي سي يو، بعد كده كل ربع بتجمع. ساعة قصدي بحولها البي سي يو الأول. تمام ايوه كده الكومبوزيشن بقى مالوش لازمة معايا، 9% ولا 5% دي خلاص، دي كانت مرحلة وأنا عملتها من قبل ما أدخل على البرنامج، صح؟ ايوه ما عشان كده بقول لك لما تيجي تخش بقى البرنامج بالبي سي يو ما بتحطش الكومبوزيشن ده خالص، بتحط التراكس بزيرو والباسز بزيرو والكلام ده كله، لان انت اوريدي مدخلها له بالبي سي تمام، يو. وصلت يا دكتور. عشان كده بقول لك انتوا ما بندخلش احنا، عشان فدي انت اللي انا لو عملتها على لو الاكسل قبل ما ادخل. اه انت الكلام ده كله بتحسبه على الاكسل. شايف الفلكتويشن فين في الاول خالص ده؟ هو الصوت بيقطع، ما اعرفش عندي ولا حضرتك. لا يا اخويا انا بره النت عندي زي الفل، النت عندكم كله بس. الصوت بيقطع، ما اعرفش عندك. انا قلت كده برضه بس يعني مش عارف شوف جايز ادي فعلا يكون هو اكيد عندي ولا لا. اكيد اكيد عندكم كويس. شايف شايف الفلكتويشن اللي قدامك ده؟ ايه سؤال رايك؟ على ما النت يشتغل بقى يحمل المصنع. هو ده ما ظهرش عندكم ال اللي هي في السلايدز؟ لا ظهرت عندي. يا دكتور استنى كده عشان ما تظهر عند مصطفى. مصطفى اللي بيتكلم ولا مين؟ ظهرت عندك يا مصطفى؟ ظهر يا دكتور كده. تمام. شايف الرقم اللي هي 7 دي؟ انا هنا بس ده اكزامبل من دول، ده من 7 ل 8. انت بقى في الاكشوال اللي انت هتحلوه في المشروع بتاعكم هيبقى فيه من 7، يعني الرقم ما بين 7 ل 8 فيه 4 ارقام، مش رقمين في الاول وفي الاخر، اللي هي كل ربع ساعه. والرقم اللي بعده من 7 وربع، الرقم اللي بعده من 7 ونص، من 7 ونص لامتى؟ ل 8 ونص لمده ساعه.
رحتوا فين؟ يوم حضرتك بنقسم بنعمل الجراف ده كل ربع ساعة. بتتخيلها؟ تمام، يعني هو هي الرسمة اللي قدامك، الرسمة اللي قدامك دي بس عدد النقط هتبقى كتير لأنها كل ربع ساعة، بس كل ربع ساعة مش بتعبر لك عن ربع ساعة، كل ربع ساعة بتعبر لك عن بداية كل ربع ساعة، إنما الرقم اللي موجود لمدة ساعة بدايتها من الساعة دي، بدل من 7 تبقى اللي بعدها اللي بدايتها من 7 وربع ل 8 وربع، والرقم اللي بعديها بيعبر لك عن حجم المرور محسوب بوحدة عربة الركوب في الساعة من 8:30 ل 9:30. عيط ولا تهت؟ للأمانة تو طيب مش عارف انا. يعني اللي أعرف هقسم من 7 لسبعة وربع، ومن 7 وربع لسبعة ونص، 7 ونص 8 إلا ربع، عشان أقسم الساعة بتاعتي لأربعة. طب ثواني كده اشوف لك حاجة انا عندي. ظهر الاكسل شيت اللي قدامكم ده؟ ظهر ده ده بفتح لك حصر اهو، ده شايفين ال ادي ال ادي الاكزامبل اهو، يعني مثلا ده حصر كان في اسكندرية عشان كانوا بيعملوا الطريق الجديد اللي هو ابوير الجديد والكلام ده. انا فتحت لك اي مشروع اهو، شايف الفلكتويشن اللي موجود شكله عبارة عن ايه؟ هو معمول كل ساعة. كل ساعة، بس مش من بداية رأس كل ساعة، كل ساعة هو فيكل بير اور، ولكن مع بداية كل ربع ساعة. لا هي بص هتلاقي، هو سيبك من ال، عشان انا بس الاكسل وسعه كده، شايف ظهر؟ هو تمام، يعني انا هعد من الساعة 7 للساعة 8 واوقع وابدأ بعد كده من 7 وربع لحد 8 وربع. لا انت يا باشا بتجمع كل ربع ساعة، الاكسل هو اللي بيجمع لك اهو، شايف الحصر فوق اهو، من الساعة 7 كان الحجم اهو، ادي البيانات، ومن 7 وربع ادي البيانات، ودي من 7:30 ادي البيانات، يبقى دي بيانات كل ايه؟ بيانات كل ربع بداية ساعة. كل ربع ساعة. لا دي كل ربع ساعة، يعني مثلا سي من ادي الساعة 8:30 اللي ما هعمل هايلايت عليه، كانت الساعة 8:30، يعني من 7، من 8:30 ل 9 الا ربع، صح؟ صح، كان تمام، خلاص فهمت. كان معدي كام عربية ملاكي 155، بس انت لما تيجي ترسم الاكسل تحت تروح مجمع الاربعة دول ورا بعض، شايف اللي انا معلم عليهم؟ يبقى وبعد دلوقتي كده فوت عمود. ما تفوق. لا ما انت لما تسحب بقى بالاكسل كوبي بيعمل لك على كله مرة واحدة، مش ما تفوتش عمود اهو اهو. شوف بقى هنا، شايف لو وقفت هنا وعملت وقفت على البتاع، شوف ده مجمع ايه؟ الرقم اللي هنا هو عبارة عن مجموع ده زائد ده زائد ده زائد ده، يعني ادي من 8 ل 9 لو وقفت على اللي جنبه. وقف كده فوق، شوف هو عبارة عن ايه؟ حجم المرور اللي جاي من 8 وربع ل 9 وربع، ده جاي منين؟ من ان انا جمعت ده زائد ده زائد ده زائد ده، يبقى ده الحصر الاصلي اللي انا عامله. ده الحصر تمام، فهمت فهمت. الاصل اللي عنده، ولكن لما اجي بعمل اناليسيس، ما ده الترافيك كاونت، بعمل اناليسيس بروح بجمع
ساعة على بعض، ساعة دي بداية من كل من بداية كل ربع ساعة، وارسم هنا شوف بقى انا عملت ايه، ادي الترافيك فلكتويشن، ترافيك فوليوم فلكتويشن، وبعد كده وادي الترافيك كومبوزيشن، ادي ال فين ادي لينة المعاملات اللي احنا بنقول عليها ماشي، من المعاملات ومع احجام الحركة اللي فوق حولتها لايه، لباسنجر كار يونت، شايف المعادلة اهي، ضارب كل قيمة في الفاكتور بتاعها، وبعد كده رسمت الرسمة تاني بوحدة ايه، عربية الركوب المكافئة، اشوف اعلى ساعة فين اهي، اقف عليها اعمل زوم كده اكبر شوية، اعلى قيمة كانت 1813 تمام، دي وحدتها ايه، وحدة باسنجر كار، عربة ركوب مكافأة. باسنجر كار يونت بير اور، دي كانت بتحصل الساعة كام اهو، لو بصيت كده على اللي ظهرت عندي كانت البوينت من 8 ل 9، بالصدفة ان كانت ساعة الذروة من 8 لايه ل 9، كان ممكن تبقى من 8 وربع ل 9 وربع صح، مظبوط. اهي ادي ادي اكزامبل اهو عملي قدامكم، مشروع كل المشاريع ترافيك فوليوم ستاديز بتبقى بهذا الشكل ماشي، طبعا هنا كانوا عربي، كان هما بالانجليش وبالعربي، كانوا طالبين نسخه عربي وطالبين نسخه انجليش، فاللي تحت هتلاقي نفس اللي فوق بس بالايه، بالانجليش ماشي، هتلاقي ادي طريق، ادي الفلكتوشن بتاعه كذا، وادي طريق وادي طريق وادي طريق، كل طريق ايه وكل اتجاه وكل موفمنت ومش عارف ايه، ده على طرق، وفيه حاجه تانية على انترسكشنز وهكذا، كل اللي انت بتدخله في الاكسل شيت هو ده، شايفه اللي فوق ده اللي انا عامل لها هايلايت، دي احجام الحركه كل ربع ساعه من 7 ل 7 وربع، ادي الارقام من 7 وربع ل 7 وربع، كل اللي تحت ده اوتوماتيكالي الاكسل اللي انا مصممه هيحول لي كل الكلام ده ويرسم لك الكلام ده كله ماشي، انا لما كنت بدي مشروع لما كنت مع الطلبه كنت بديهم اكسل شيت زي كده واشتغلوا عليه، مع رغم ان انت المفروض انتوا تصمموه يعني، فهمت يا مصطفى؟ ترافيك فوليوم ستاديز بتتعمل ازاي؟ تمام؟ وهتلاقي بقى تمام. هنا هتلاقي بقى ايه، مطلع لك البارامترز كلها انا بدور عليه من الكلام ده كله اوتوماتيكالي برضه. ادي ساعة الذروة الصباحية، شوف في المثال اللي انا وقفت عليه ساعة الذروة الصباحية كانت جاية كام؟ من 7:15 ل 8:15. من 7 وربع ل 8 وربع. ده بيك اب كده الماكسيموم من الاكسل شيت اوتوماتيكالي يعني مش انا اللي بكتبه. كانت حجم المرور كان فيكت بر اور كان قد كده، واحد عرب الركوب ادي البيك اور فاكتور قد كده، نسبه حجم المرور خلال ساعه الذروه اللي هي الكي فاكتور اهو ماشي، يعني ادي مثال ادي اللي بيحصل في الايه، وبسلم التيبل ديه مع الارقام ديه مع التشارت ديه في ريبورت مع الاكسل شيت للكلاينت، هو بياخدها يصمم عليها ويعمل شغله او اللي هو كان طالبه عندي، او انا لو كنت هكمل مثلا وطالب حاجه بعد كده انا اللي بعمل ماشي، بس المشروع ده كان مطلوب بس ان انا الترافيك ستاتس وسطب، هما كان هياخدوا بقى كان دار الهندسه ومع الجيش هياخدوا بقى، هما يصمموا الطريق وكملوا بقيه اللي هي القصه قاعده الفرات ماشي، وشايف انت شايف هنا عشان احسب البيك اور خلال الذروه الصباحيه شفت اعلى ربع ساعه ومعدل التدفق والكلام ده كله، انت بقى بتاخد الكلام ده عشان تصمم بقى الطريق في البرامج، بتاخد الايه وحده عربه الركوب، خدت وحده عربه الركوب يبقى ما تدخلش في البرنامج ان كان في تراكس والكلام ده كله لان انت اوريدي محولها، بس بتحط الايه البيك اور فاكتور ماشي، عشان احول من فيكل بير اور لايه لفلو ريت، هو البرنامج بقى يحولها لك يقسمها لك الفوليوم ده اللي هي 539 هيقسمها على 0.9 ويحولها لك من فوليوم لايه؟ لفلو ريت، ويطلع لك اوتوماتيكالي بقى الايه الديلي والليفل اوف سيرفيس اللي هنتكلم عليهم بعد كده ان شاء الله. تمام، شكرا يا دكتور. تمام ماشي، في اي اسئله تانيه؟ خليني انا ممكن اضيف لكم بقى
اكتب نوت عندي كده بقى، بس للطلبة اللي بعد كده السنين الجاية بقى نعيش نكلمهم، طالما انت بتسأل عن ربع ساعة والكلام ده كله. هو بس في سؤال كده، الساتيوريشن فلوريد ده هو انا بستفيد منه في ايه؟ ده بيستخدم في الديزاين بتاع السيجنالز انترسكشن زي بقى فقط. شفت خطة التصميم الإشارات الضوئية السنة اللي فاتت مع الدكتور فرامون؟ هو الدكتور الفرمول كان التعريف بتاع الساتوريشن هو عدد العربيات اللي مشي في ساعة خلال إشارة زمن ضوءها كان أخضر. أول ما الضوء الأخضر يفتح ماشي، كان قيمته كان في ديفولت فاليو كده تقريبا 1900 فيكل بير اور، وبتأثر بقى بعوامل معينة ممكن كوركشن فاكتورز والكلام ده كله، فده بيستخدم فقط في تصميم الإشارة الضوئية. ويعتبر الساتيوريشن فلوريت لو انت هتعمل دراسة ليه عند بوتل نيكس والكلام ده كله بيستخدم في الكباسي بتاعت الاناليسز بتاعتها. ليه؟ لان انت لو تخيل مثلا عندك طريق 4 حارات وقفلت حارتين عشان تعمل الصيانة، هيحصل طوابير قبل الحتة دي اللي فيها صيانة صح؟ زحمة. أيوة. وهيطلع من الحارتين اللي مفتوحين دول، ده الساتوريشن فلو ريت صح؟ فاللي هو الكباسيتي بتاعت الحارة هتديني برافو عدد عربيات عليك، أكتر. برافو عليك، هو ده اللي انا عايز اوصل لك. يبقى انت هنا الساتوريشن فلو ريت بيعبر لك عن الكباستي في الكونديشن دي. فانا لو عندي اناليسز ومحلله وعارف الكباستي في الكونديشن دي، يبقى لما اجي اقول للناس انا عندي الديماند، عشان كده تملي اي دراسه بتبدا بالترافيك فوليوم. الترافيك فوليوم هيدي لك الديماند، يقول لك انا عندي قد كده عايز اعدي على او بيعدي على الطريق ده، فتقول له لا ستوب، خلي بالك انت لو قفلت حارتين والكباستي بتاعتهم اللي هو الساتوريشن فلوريت هيبقى قيمته قد كده، الدنيا تخرب، وبالاناليسيس بتاعنا هيوصل طول الطابور مثلا 3 4 كيلو، يبقى لا اعملها حر حر، او اعملها في اليوم الفلاني، او اعملها في الساعه الفلانيه، هيكون الديماند قد كده، وبالتالي يبقى طول الطابور مقبول نقدر نعمله. يعني الساتيوريشن فلوريد في الحالة دي لو هي أنا قفلت الكباستي، هي الكباستي أيوة بتاعت بس البوتل نيك دي. وصلت؟ تمام. انما في ان جنرال بتستخدم في الديزاين بتاع سيجنال، ترافيك سيجنال، اشاره ضوئيه. أي أسئلة تانية؟ يا شباب. يا دكتور. طيب هنحاول بقى نثبت ميعاد تقريبا كده، نبقى مع بعض معاكم على الواتس، نحدد مواعيد المحاضرات بعدين، وهنحاول نكثفهم، احنا داخلين على رمضان، في رمضان ما فيش حد قادر يدي محاضرات ولا قد ولا وكده، فنحاول ايه، وانت كلكم كم محاضرة يعني، انا لو هنمشي على البرنامج اللي انا حاطه يبقى نتكلم في 6 محاضرات ولا 7 محاضرات ولا حاجة ان شاء الله. طيب يلا نستودعكم الله، تصبحوا على خير بقى. الساعة كام عندكم؟ تسعة. دكتور هي المادة ستة. هتبقى يعني هي أول مرة تتدرس، هيبقى نظامها إزاي؟ يعني ملهاش امتحانات قبل كده، شتات، أي حاجة، انت شايف كلها احنا نظري. خدنا حاجة جديدة اهو، هو ترافيك فوليوم بس بندوس فيه شوية، نعمق فيه شوية، السبيد نعمق فيه شوية. البرفكت كان بيتدرس زمان بس ما اعرفش، بقالنا سنين ما بندرسوش، فسيبك في الامتحان ما تقلقش يعني، خليها لله. دكتور ده حضرتك الامتحان بتاع الترافيك انجينيرينج كان فظيع بصراحة. الترم اللي فات انا كان سهل، الناس كلها ناجحه، لو كان هما اللي كانوا ساقطين 3 ونجحت منهم واحد كان فاضل له درجه، ورجعت الكنترول مخصوص والله صعب عليا، ما اعرفش اسمه طبعا، ما اعرفش اسامي. فلما عرفت ان هو النظام الرأفات والحاجات دي كلها ما بقتش موجوده،
انا كنت فاكر ان هيرفعوها في الكنترول يعني، فرحت راجع لهم وفتحت السيستم تاني وقلت لهم لا، فاللي سقطوا كان ساقطين اتنين بس. يعني مش كسقوط قد ما الطلبة يعني كانت مقفلة أعمال السنة، فكلهم تقريبا بصوا للتقدير بقى، فجيت لي امتحان كان عايز يظبط الكيرف يعني شوية. مش فاكر انا حطيت، انا حطيت امتحان كان سهل، يمكن دكتور فرمو بقى الجزء بتاعه. هما الاتنين بصراحة لا لا ان شاء الله، يعني، عايز هو اقول كاتب تانية ألفاظ بس، هي الحاجة سيستماتيك بس الألفاظ بس ان شاء الله خير، ما تقلقش يعني، سيبك بس كان بالتقديم. سؤال معلش بقى، في حتة احنا كان مطلوب مننا ان نجيب الاوبريشن سبيد من الجراف، هي بتبقى الموديل سبيد ولا اي حاجة في اللي هي بتاعت البيس؟ لا الاوبريتنج سبيد ودي انا هنتكلم عليها في اللي هي الاي تي 50 برسنتايل، على الايه؟ فكره اللي هي السرعه ال 85 عند 85% هي دي الاوبريتنج سبيد. هي دي. وعلى فكره انا قلتها في المحاضره 100 مره بس ايوه انت ما فعلا بس انت كنت نايم ما كنتش بتحكي. يا دكتور، ولا مش دي كانت اول محاضرة خالص عموما ولا احنا تاني؟ انا هراجع تاني عشان الدراسات السرعة من الدراسات برضو المشهورة اللي بتستخدم كتير، فهنعيدها برضو زي الترافيك فوليوم كده، وندوس شوية فيها يعني، نعمق فيها شوية ان شاء الله. تمام، على خير ان شاء الله. هو الدكتور طلب كده، هو ممكن السكاشن تبقى اونلاين ولا هتبقى في كلية؟ يعني المادة هل محتاجة مثلا السكشن يبقى في كلية؟ ما اعرفش اونلاين ازاي بقى، تتفق مع سلمى هي باشمهندس سلمى اكيد هترجع لحضرتك يعني، بس اكيد هتقدموا الشيتات ازاي، هتعلموها ازاي اونلاين برضو، اه وانتوا ما بتروحش الكلية ولا ايه؟ لا بنروح اكيد بنروح. مش عارف والله، انا مش هتفرق معايا، انا بقول لكم انا بدي بدرس كده تطوعا وببلاش يعني. ده دكتور كتر خيرك بصراحة يعني مش على حد المجهود بيعمل، بجد. مش حد بيعمل كده، بس نعمل ايه يعني، هذا في الاجازة مصر رسمية يعني، انا مقدم اجازة رسمية يعني. أيوة، ما أنا عارف موضوع اللي حضرتك بتدفع التعميلات عم انا بقول لكم انا والضرايب. مش باخد فلوس، انا بدفع، انا بدفع فلوس مش باخد فلوس. أيوة هبتدفع 30% من قيمة المرتب. اه والله انا اللي انا اللي احنا اللي بتخصم مننا قد اكتر من اللي بنقبض. هي المحاضرة متسجلة فشايفها، هنتكلم أكتر من كده. طيب انت ايه في التسجيل بقى، تودينا في داهية. ف يعني ربنا يهدي، ربنا يهديه.